بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. تقام غدا الخميس جميع مباريات الجولة الثامنة من دوري عمان تل المحترفين، حيث سيلعب ظفار صاحب الصدارة والفريق الأكثر استقرارا مع ضيفه الرستاق صاحب النقاط الخمس. وستكون مواجهة الشباب الوصيف ومطاردة صحار مثيرة وهامة، خاصة وأنها ستكون أمام أنظار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي يزور السلطنة حاليا. وفي بقية المباريات سيحاول كل من السويق وجعلان مداواة جراحه على حساب الآخر في مواجهة خاصة. وسيكون صحم في اختبار صعب أمام فنجة ومسقط بظروفه الصعبة مطالب بكل شيء عندما يستضيف النهضة. ونادي عمان بنقاطه العشر سيحاول عرقلة العروبة المتربص بالمتصدرين. أما النصر فلا مجال للبقاء قريبا من الصدارة إلا بتجاوز الخبورة الطامح لتعديل المسار. سبع مباريات في يوم واحد، ولا مجال للتعثر المستمر لأن جدول الترتيب يتغير من جولة إلى أخرى في أغلب المراكز. في حلقة الليلة من الدكة مشاهدينا الكرام سوف نتناول العناوين التالية: الأفضل في الجولة الماضية وتشكيلة الأسبوع حسب آراء أعضاء فريق الدكة. الخشاب يغادر بعد الانتكاسات والجدل يزداد في البيت المسقطاوي. الخنبشي يعتذر عن مواصلة قيادة أصفر الباطنة، هل هناك ما تخبئه جدران نادي السويق؟ وسبع مواجهات في ثامن خطوات دورنا، ثلة لتلافي الأضرار وثلة للثبات والاستقرار. أهلا بكم مشاهدي الكرام. إذن خطوة أخرى في دوري عمان تل المحترفين، هذه المرة هي الخطوة الثامنة. الأسبوع الثامن سيكون جميعه في يوم واحد غدا بإذن الله تعالى. سبع مباريات ستنقل، أربع منها على القناتين الرياضية وعمان مباشر، وبقية المباريات سيتم تسجيلها وبثها في وقت لاحق. والجميع متربص لنيل النقاط الثلاث في هذه المواجهة التي منتظر أن تكون كبيرة بين جميع الفرق. سبع مباريات على النحو التالي ستكون بإذن الله تعالى غدا في مختلف الملاعب بمحافظات السلطنة، حيث سيكون مسقط وضيفه نادي النهضة في مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشر عند الساعة الخامسة. هذه المباراة ستكون منقولة عبر قناة عمان مباشر. السويق سيستضيف جعلان في مجمع صحار الساعة الخامسة أيضا، وستكون هذه المباراة مسجلة. النصر والخابورة سيلتقيان في ملعب المجمع الرياضي في صلالة، وستكون هذه المباراة مسجلة أيضا. الشباب وصحار سيلتقيان في ملعب استاد السيب عند الساعة السادسة مساء، هذه المباراة الأولى ستكون منقولة عبر القناة الرياضية. صحم وفنجة سيلتقيان في مجمع صحار عند الساعة الثامنة، مباراة ستكون مسجلة. عمان سيستضيف نادي العروبة في مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشر عند الساعة الثامنة مساء، المباراة ستكون على قناة عمان مباشر. ظفار المتصدر سيلاقي نادي الرستاق عند الساعة الثامنة والربع في ملعب المجمع الرياضي في صلالة، المباراة هذه ستكون منقولة عبر القناة الرياضية. تركنا جدول ترتيب دوري عمان تل المحترفين مع نهاية الجولة السابعة الماضية. ظفار في المقدمة ب 17 نقطة بفارق النقطتين عن الشباب الملاحق المباشر، بعدهم يأتي صحار ب 14 نقطة وهو نفس رصيد نادي العروبة. النصر ب 12 نقطة في المركز الخامس، نادي عمان في المركز السادس ب 11 نقطة، 8 نقاط لكل من صحم وفنجة. النهضة صاحب المركز التاسع ب 7 نقاط. في المركز العاشر في دورينا حتى الآن الخابورة بسبع نقاط، يليها الرستاق والسويق في المركزين الحادي عشر والثاني عشر بست نقاط لكل منهما. جعلان يصل إلى النقطة الثالثة مع تعادله في الجولة الماضية. مسقط يبقى في المركز الأخير هذه المرة بنقطتين لا أكثر، بانتظار مواجهات الغد بإذن الله تعالى. في حلقة الليلة محاور كثيرة سوف نتطرق إليها تتعلق بدور عمان تل المحترفين، قبل أن نتحدث بعد ذلك عن الجولة الثامنة في يوم واحد. ابقوا معنا.
بنية المحافظة على صدارته ومواصلة انتصاراته. ظفار يفتح ملعبه لضيافة الروستار المتعطش لفوز يؤمن به وضعيته ويبعده قدر المستطاع عن مناطق الخطر. الجولة الثامنة من دوري عمان تل للمحترفين. هذه المواجهة تأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. في الجولة الثامنة من دوري عمان تل للمحترفين الشباب، وبعد توقف سلسلة انتصاراته في الجولة الماضية وتفويته فرصة مشاركة الصدارة، يستقبل صحار الباحث عن تقليص الفارق بينه وبين الصدارة. هذه المواجهة تأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدي الكرام. إذن نواصل المشوار في الدكة عبر القناة الرياضية. 7 مباريات غدا الخميس في الجولة الثامنة من دوري عمان تل للمحترفين. جميع المباريات طبعا كما تعلمون ستكون في يوم الغد. ورحب بأعضاء فريق الدكة في البداية، محمد العاصمي، سيف سلطان، مساكم الله بالخير. الله يمسيك سيف الجابري وعادل الفايل، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. ورحب أيضا بكل المغردين متابعين حساب البرنامج على تويتر. زملاء فريق الأعداد طرح هناك بالنسبة لتوقعات مباريات الغد في 7 تغريدات. طبعا التصويت مستمر أو أخذ التوقعات مستمر حتى ما قبل نهاية البرنامج. إلى الآن طبعا بالنسبة لظفار الذي يتمسك بصدارته ويلاقي الرستاق غدا، 69% يتوقع فوز ظفار، 21% فوز الرستاق، 10% يتوقعون التعادل. في التصويت على توقعات بالنسبة لمباراة النصر والذي يستقبل الخابورة، أمام يكون التوقعات فوز النصر على صحم. لا، النصر يستقبل الخابورة على توقعاتهم 56 فوز النصر، 29 فوز ضد الخابورة، 15% يتوقعوا التعادل. بالنسبة للتوقع الآخر، نادي عمان يستضيف العروبة، 18% يتوقع فوز نادي عمان، 66% يتوقع فوز العروبة، 16% يتوقعوا التعادل. بالنسبة للمباراة الأخرى مسقط والنهضة، 20% يتوقع فوز مسقط، 58% يتوقع فوز النهضة، 22% يتوقع التعادل. بالنسبة لصحم وفنجة، طبعا 44% يتوقع فوز صحم، 32% يتوقع فوز فنجة، 24% يتوقع التعادل. طبعا التصويت مستمر. سويق وجعلان في لقاء البحث عن الذات، 74% يتوقع فوز سويق، 17% يتوقع فوز جعلان، 9% يتوقعون التعادل في هذه المباراة. مباراة الشباب والصحار، صاحبي المركز الثاني والثالث، طبعا 30% يتوقع فوز الشباب، 49% يتوقع فوز صحار، 21% يتوقعون التعادل. طيب نشوف حسابات الأندية، بعض الحسابات. هذا حساب نادي الشباب، هم أشهروا اليوم جمعية جماهير أو مجلس جماهير نادي الشباب، وهذه طبعا هم عاملين حافلات لنقل الجماهير غدا مباراتهم طبعا أمام صحار في استاد السيب وأماكن تواجد الحافلات. بالنسبة لجماهير أو موقع نادي الصحار أيضا، دخول المدرج الساعة 5 مساء للمساهمة في نجاح العمل. هم طبعا يدعو الجماهير للتواجد، بيعملوا تيفو بكرة. عن تشكيل تيفو، جميل. مباراة الغد بالانتظار طبعا، هاي مباراة الصحار والشباب. هذا في حساب صحار ايضا، رئيس اللجنة العامية احمد العجمي، رئيس اللجنة الاعلامية بنادي صحار، تواصلت ادارة النادي معه وتم الجلوس واقناعه بالعدول عن اعتذاره وعاد. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. طبعا هذه حسابات الاندية الرسمية اللي ناخذ منها كل هذه الاخبار. اولا باول نبارك لنادي الشباب مجلس جماهيره، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وبنشوف ابتداء من الغد في مباراة الشباب والصحار اللي بتكون في استاد السيب الساعة 6 مساء. حساب البرنامج على تويتر يظهر تباعا، وأكيد يعني الجميع مطلع عليه الحساب ومتواصل معه أيضا. بنبدأ الحوار في البداية عن الجولة 7 اللي فاتت من دوري عمان تل المحترفين. الجولة الشحيحة تهديفيا، 4 تعادلات كانت فيها، 13 هدف لا أكثر.
بناخذ التقرير وبنبدا الحوار مع اعضاء فريق الدكه عن الجوله ورؤيتهم على اللي حدث، وبعد ذلك ايضا سنختار تشكيله الجوله الماضيه والافضل اللي كان فيها. ابقوا معنا. رغم تذبذب المستويات ووضوح الارهاق الذي عانى منه اللاعبين بسبب ضغط المباريات، لا زال ظفار يغرد فوق عش الصداره. وضوح الرؤية والانضباط عاملان أساسيان قادا ظفار الذي ارتحل إلى مجمع صحار لمواجهة الخابورة. هدفي التنزاني المتألق لاوسون بيكي قضت على طموحات الفهود في تحقيق فوز ثالث والهروب من قاع الترتيب. وفي الملعب ذاته تعرض النصر للخسارة الأولى أمام صحم بقذيفة المحترف المتألق عبدالله دينغ، ليتراجع النصر إلى المركز الخامس في الترتيب بفارق 5 نقاط عن الزعيم الظفراوي، فيما نجح صحم الذي قاده التونسي عبد الحليم الوريمي بدلا من مصبح هاشل المستقيل، نجح بإعادة البسمة للموج الأزرق ووضعه في المركز السابع بالترتيب. وانتهت مباراة الجارين الرستاق والسويق بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. السويق الذي كان من أنشط الأندية في التعاقدات لم يقنع لحد الآن مشجعي الأندية الأخرى قبل مشجعيه الذين تباكوا على حاله المتقهقر بجانب أندية القاع، فيما استمر الرستاق على حاله المعهود منذ بداية الدوري. التقدم في النتيجة ثم التعادل أو الخسارة بعد ذلك إلا ما ندر. وفي قمة مباراة الجولة ساد التعادل بهدف لهدف مباراة فنجة وصحار التي وكالعادة ازدانت بجماهير التماسيح وأعطت رونقا خاصا مبهرا للمشاهدين بالرغم من بعد المسافة، ليواصل حامل اللقب فنجة انتكاسته في الدوري بالرغم من البداية القوية، فيما ظل صحار يطارد فرق المقدمة. وعقل نادي النهضة ضيفه الشباب بمشاركة الصدارة مع ظفار بعد أن فرض عليه التعادل بهدف لهدف، ليبتعد الشباب عن الصدارة بفارق نقطتين، فيما حل النهضة تاسعا بنقاطه السبع. وعلى مجمع صور الرياضي خيم التعادل بدون أهداف على مباراة جعلان ونادي عمان في رابع مباراة بالدوري لتنتهي سلبية، لينجح جعلان في الحفاظ على شباكه للمرة الأولى في دورينا ويحرز نقطته الثالثة. وبالرغم من الغيابات الكبيرة زاد العروبة من معاناة مسقط بعد أن تمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، لتعلن إدارة النادي بعد ذلك عن إقالة مدربها المصري شريف الخشاب. طبعا مع نهاية الجولة السابعة بالنسبة للهدافين يتصدرهم لاعب نادي صحار خليفة الجهوري بسبعة أهداف، ومع طبعا من مسقط ضيوف. هذه طبعا اللي واضح امامكم الان يعني قراءه في الجولات السبع الماضيه، 4410 دقائق لعبت، 130 هدف بواقع 34 او هدف في كل 34 دقيقه، 360 دقيقه انتهت سلبيه في الدوري حتى الان. الفرق اللي ما فازت بطبيعه الحال جعلان ومسقط، واللي ما خسرت ظفار والشباب، اثنين في المقدمه واثنين في قاع الترتيب. اضعف خط هجومي الان بعد سبع جولات جعلان في مرمى طبعا 15 هدف، اضعف خط هجوم في المقابل السويق اللي ما سجل غير 5 اهداف، اقوى خط دفاع ظفار في مرمى فقط 3 اهداف، واقوى خط هجوم الصحار اللي مسجل حتى الان بعد 7 جولات 15 هدف. بالنسبه للهدافين خليف الجهوري ومع ضيوف وعبد العزيز المقبالي 4، سعيد عبيد الخابوره ب4، وايضا لاوسن ب4 لاعب نادي ظفار. طيب ابو حمد مساء الخير مره اخرى، ابدا الحوار معك. 7 جولات، احنا نتكلم عن الجوله السابقه بعد ما تابعنا التقرير، شحيحه تهديفيا الاقل من 7 جولات طبعا 13 هدف وفيها 4 تعادلات واحد منها سلبي. شكرا ابو خالد، مساء عليك وعلى الزملاء وعلى جميع المشاهدين الكرام. بدايه مثل ما تفضلت يعني الجوله كانت الى حد معين يعني جوله ما كانت بالمستوى اللي كنا نتمناه، وممكن ايضا نضع بعض الأسباب من ضمنها طبعا الضغط اللي عليه الدوري في الآونة الأخيرة وعدم تقديم أيضا كثير من الأندية مستواها المأمول اللي تأمل جماهيرها أن تشوف فرقها بمستوى جيد. استفاد من الجولة طبعا 3 فرق فقط اللي هي ظفار والعروبة وصحم وتحقيقهم طبعا لنتيجة جيدة، وخاصة بنقول يمكن صحة يمكن كانت عند المباراة الأصعب تحديدا،
اللي لعب فيها مع النصر، وكانت مباراة قمة صراحة، مباراة جميلة وظهر فيها يعني عمل كبير جدا من الفريقين، ولكن الظروف ذهبت لصالح صحم. ظفار كفريق يعني ما بنزايد وما بنقول، لأنه فريق واضح عليه أنه مركز بشكل عالي جدا خلال على الأقل نقول الربع الأول من الدوري، وماشي بخط مستقيم، وكل الأمور تذهب نفسيا وإداريا وتذهب بشكل جيد على مستوى النقاط والترتيب كذلك لصالح هذا الفريق الذي يعني ظهر بحلة جديدة في هذا الموسم. كذلك العروبة، على الرغم من أن يمكن ذكرت أن العروبة شوية يعني محتاج، لكن دائما الفرق الكبيرة مثل العروبة، الفرق الأخرى اللي سبق أن كان لها يعني إنجازات، كان لها عمل كبير في المراحل السنوات الماضية، تظهر في الأوقات الصعبة، وأعتقد العروبة ظهر في المباراة الأخيرة واستغل طبعا أيضا الوضع اللي عليه نادي مسقط في الجولات السابقة، ومسقط طبعا أيضا علامة استفهام كبيرة جدا، واستغل أن المباراة كانت في صور، واستخدم عامل الأرض والجمهور بشكل جيد، ولو أن عامل الجمهور أنا دائما ما زلت أحط عليه خطين وأقول أنه ما هو العامل الكبير المؤثر، ولكن الوضع اللي عليه أيضا مسقط استغل العروبة بشكل جيد واقتنصت 3 نقاط. باقي الفرق للأسف الشديد كلها ما استفادت، كلها خسرت. التعادل دائما بخالد يفقدك يعني خلينا نقول يمكن 30 أو 35% من نقاط المباراة، لأنك أنت كما تعلم النظام يتيح نقطة وليس نقطتين كما كان سابقا، وبالتالي النقطة دائما لو تشوف الفرق اللي موجودة على الأقل من الترتيب السابع إلى الرابع عشر من نص الترتيب مثلا نص الجدول، راح تشوف أن هذه الفرق لو كانت فايزة كان ممكن تأخذ خطوات أكبر، فخسارة نقطتين ضيع فوت الكثير من الأشياء على الفرق اللي موجودة من منتصف الترتيب وما دون. ونعطي مثال الرستاق والسويق مثلا، لو واحد منهم كان فايز كان بيكون في الترتيب السابع على سبيل المثال، فبالتالي الجولة ما كانت بالشكل في وجهة نظري المأمول، كنا نتمنى تكون في يعني عمل أكبر من الأندية خاصة في ظل التعادلات غير جيدة. يعني صحيح أنه التعادل في النهاية ما يكون خسارة، ولكنه في الأصل وفي تسجيل الجدول وفي تدوين النقاط والنادي ما يستفيد منه، فأنا أعتقد أن الجولة مثل ما تفضلت فيها يعني فيها ضعف تسجيل، فيها ايضا ضعف ايضا تسجيل نتائج من الجانب الاخر. يعني هذا سيف سلطان ضعف الاهداف ليش قبل ما اروح للتشكيل اللي اخترته؟ ضعف يعني 13 هدف المستوى الفني، يعني الجوله الماضيه كانت اقل من الجوله السادسه، الجوله السابعه شهدنا ارهاق اللاعبين بشكل واضح، شهدنا ايضا الفرق تريد تنقذ نفسها أو تحقق نتائج أفضل من الجولات السابقة، عوامل كثيرة يعني جعلت الجولة السابعة لم ترتقي بالمستوى المنتظر، منها مثل ما ذكرت لك أبو خالد الإرهاق، أيضا يعني أيضا الفرق ما تريد تخسر المباراة، عوامل يعني ما أعطتنا يعني شكل جيد بالنسبة للجولة الماضية. أنا بس بخصوص بعض الفرق، يعني بعض الفرق مثل الرستاق، أنا أعتقد أنه الرستاق حصل على نقطة من أمام نادي السويق، نقطة جيدة يعني بالنسبة للنادي الرستاق، صحيح أنه الفوز أفضل، ولكن في ظل الإمكانيات وفي ظل الظروف اللي يمر فيها الفريق والفوارق، أعتقد أنه نقطة إيجابية بالنسبة للرستاق. طيب احنا اذا شكرا سيف، بندخل مباشره على التشكيله للجوله السابعه اللي اختاروها اعضاء فريق الدكه، طبعا في كان اسماء كثيره الحقيقه، لكن الاختيار النهائي اللي بتتابعوه ان شاء الله بعد شوي. مدرب الاسبوع بدايه في الجوله السابعه اعضاء فريق الدكه يختارون مدرب نادي ظفار حمزه الجمل، محمد العاصم حمزة الجمل مدرب الأسبوع اخترته بكل تأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أنه حمزة الجمل جالس يقدم نفسه بشكل كبير خلال هذا الموسم، وأنا أعتقد أنه الأبرز سواء لأن أيضا حتى نتيجة ظفار ربما تعتبر الأبرز هي والعروبة الفوزين، فأظن أنه خارج الديار أيضا، فأعتقد أن هذا يمنح حمزة الجمل، والأكثر هو تعامله مع حالة طرد أو حالة النقص مع الفريق، شاهدنا فريق بصورة أفضل، فبالتالي أنا أعتقد أنه هذا رجحت كفة حمزة الجمل في هذا الأسبوع. طيب إذن حمزة الجمل هو مدرب الأسبوع في الأسبوع السابع من دورينا، ندخل على التشكيلة اللي اختاروها أعضاء فريق الدكة بالنسبة لمباريات الجولة السابعة. بالنسبة لحراسة المرمى
أعضاء فريق الدكة اختاروا حارس مرمى نادي صحم سليمان البريكي هو حارس الجولة يا أبو ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. طبعا سليمان البريكي أبو خالد في المباراة السابقة ضد النصر قدم مباراة جدا يعني طيبة، كان حاضر أيضا، كان عامل من عوامل الفوز، فكان يستحق حقيقة أن يكون يعني في التشكيلة يعني أفضل تشكيلة لما قدم حقيقة من مستوى. نتمنى إن شاء الله له الاستمرارية إن شاء الله. أمام سليمان تشكيلة الأسبوع من أعضاء فريق الدكة، سالم المقبالي لاعب نادي صحار محمد. سالم من اللاعبين المميزين، أعتقد سالم من اللاعبين اللي لعبوا في أكثر من مركز، وطبعا يعني مباراة مع فنجي كان طبعا سالم من اللاعبين اللي يلعب في أكثر من مركز ولاعب مميز، حتى أعتقد نحن العام الماضي أشدنا في اللاعب كثير في أكثر من مناسبة، يعني لاعب يتمتع بفكر وايد جيد، حتى المنتاليتي ماله عقليته وايد ناضجه، يعني احس انه اللاعب اللي تشوفه في اكثر من مركز. بخالد اعرف ان اللاعب دائما يكون مميز يعني في الغالب. طيب مع سالم بيكون ايضا عبد السلام عامر نجم نادي ظفار والمنتخب الوطني محمد العاصمي. انا اعتقد انه عبد السلام يعني مباراتين يلعب اساسي حاليا وقدم شكل يعني قدم نفسه بشكل كبير في المباراتين. المميز في عبد السلام هو تعامله ايضا مع مهارات وقدرات سعيد عبيد مهاجم الخابوره، واستطاع انه يحد من خطورته نوعا ما في 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 كثير من التدخلات، ايضا قيادته لخط الدفاع، فهذه هي العوامل اللي خلتنا نختار عبد السلام في هذا المركز. طيب مع عبد السلام وسالم مقبالي على يمينهم عبد المعين المرزوقي نجم نادي صحم سيف سلطان. عبد المعين قدم مباراه جيده امام نادي النصر، كان عنصر فعال خاصة في الناحية الهجومية، قدر يسرع أكثر من لعبة، فكان الطرف الأيمن بالنسبة لنادي صحم كان هو الأفضل، فعبد المعين كان من أفضل اللاعبين في نادي صحم، فيستاهل أن يكون في التشكيل. طيب على الشمال بيكون معهم حسب الاختيارات علي البوسعيدي لاعب المنتخب طبعا ولاعب نادي ظفار عادل. علي البوسعيدي لاعب مستوى حقيقة ثابت، دائما ما يقدم نفسه، يعني شاهد له يعني جل مباريات ظفار يعني مستوى ثابت، يعني يعرف يعني قائم بأدواره سواء الدفاعية أو الهجومية، وأيضا يشكل دائما يعني خصوصا لما رائد يغير من جهة إلى جهة يعني يشكل دائما ثنائي مع رائد، فيستحق. طيب بنشوف امامهم عبد الله الدينق، اعتقد لما اختلفنا عليه ابو حمد. عبد الله الدينق لاعب من بدايه الموسم اعتقد انا اعتبره افضل لاعب يعني محور ارتكاز في الفريق، يعني عامل شغل كبير بالنسبه لصحم، وسر نجاح من يعني سر من اسرار نجاح نادي صحم في الموسم الماضي والموسم الحالي. طبعا مع الهدف اللي سجله ايضا. طيب مع عبد الله الدينق بيكون على الشمال رائد ابراهيم سيف. رائد ابراهيم مباراته امام نادي الخابوره حرث الملعب طول وعرض، وكان احد العناصر الرئيسيه في فوز نادي ظفار. طيب معاهم بيكون على اليمين هنا ادمير لاعب نادي الصحار، واعتقد قدم مستوى كبير في تلك المباراه. بكل تاكيد انا اعتقد انه ادمير من افضل صانعين لعب حاليا في دورينا، وايضا لاعب مجهوده عالي جدا في خط وسط نادي الصحار، وتقريبا يعني قاد كثير من الهجمات على الجهه اليسرى للفنجه. نشوف الثلاثه اللي في المقدمه، سامي الحسني ابو ناصر. سامي عفوا لاعب العروبه طبعا. نعم سامي الحسني لاعب العروبه. انا اللي بيقوله انه من الجيد انك لما تكون احتياط ويطلب من عندك تاخذ فرصه فتثبت للمدرب انك يعني انك حاضر. المهم انك انت تكون حاضر. فسامي الحسني كان ايضا من العوامل اللي رجحت يعني كفه العروبه في المباراه السابقه مع مصر، وايضا يعني تسبب في هدفين، فنتمنى له ان شاء الله التوفيق. طيب مع سامي ايضا بيكون موجود جمعه درويش اللي لعب مباراه جميله كانت يومها. جمعه ما شاء الله عليه يعني قدم مباراه ولا اروع، واعتقد ذكرنا يمكن هو كانه عودته كانت شيء متاخره، ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من لا تاتي. فهو عودته كانت حميده جدا وفادت الفريق كثير، وشكل العروبه حتى ظهر بشكل منظر جيد يعني. طيب في الامام لاعب نادي ظفار الاجنبي لاسم بكاي، اعتقد سيف سلطان واحد من نجوم الموسم الى الان وهداف ايضا يعني يسجل. مهاجم قوي يمتلك قوه بدنيه ولياقه عاليه، وكان سبب رئيسي في انه الفريق يظهر بالمستوى الجيد خاصه من الناحيه الهجوميه. طيب هذه اذا التشكيله الان محمد العاصمي اللي تابعناها
في اسماء كثيره ما اختلفنا عليها بصراحه نظرا للمستوى اللي قدمته في الجوله. بالفعل يعني ما اختلفنا على دينج ولا على ادمير ولا رايد وايضا بكاي وسامي عبد السلام عبد علي البوسعيدي. اعتقد انه كانت شبه اجماع او كانت تشكيلات متقاربه في 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 الاختيار، وهذا يدل على ان العناصر هذه قدمت مستوى جيد حقيقه. يعني في ظل لما تشاهد جوله ما فيها نسبه اهداف وبعض المباريات تخرج بالتعادل السلبي، من الصعب انك ايضا تجد مجموعه جيده من اللاعبين، لكن انا اعتقد انه ما زال بعض اللاعبين يقدموا مستويات عاليه ومن السهل بروزهم او تميزهم. طيب هذه كانت تشكيله الجوله السابعه باختيار اعضاء فريق الدكه. بالنسبه للافضل احنا اخترنا طبعا مدرب النادي ظفار حمد الجمل هو افضل مدرب في الجوله السابعه قياسا بالمستوى اللي ماشي معه مع ظفار. افضل هدف في الجوله السابعه باختيار اعضاء فريق الدكه كان هدف لاعب نادي صحم عبد الله دينج في مرمى النصر، اللي من خلال صحم كسب النقاط الثلاث في هذه المباراه. محمد انت تكلمت عنه قبل شوي دينج طبعا. عبد الله دينج هذا مش الهدف الوحيد، يمكن ذكرنا في الجوله انه عنده بنفس الهدف سجل في الموسم الماضي كان هدف مميز، عنده قدم يسرى يعني رائعه جدا، لاعب بعدين فكره عالي بمعنى انه من حتى في بعض الاحيان يتهيأ لك انه ممكن ما راح يسدد. تحس كانه هو يريد يستلم كره، لكن عنده ثقه زائده في انه إيجابية طبعا في طريقة تسديده، عارف هو إيش وين يرمي الكرة، عارف وين يسدد. فأعتقد أنه هو نجم من نجوم نادي صحب حقيقة، لاعب ولا أروع. يعني إحنا أنا أعتقد أنه عبد الله دينج يمثل إضافة كثيرة لدورينا أبو خالد. والهدف هدف بثلاث نقاط ترى، هدف ولا أروع، هدف ولا أروع وهدف ثلاث النقاط، هذا المهم جدا. يعني الفريق فاز في نهاية المطاف وحقق نتيجة كبيرة أمام فريق قوي مثل النصر. صحيح، النصر كان فريق في مرمى فايز، في مرمى فايز. يعني حتى لو تشوف ردة فعل فايز من الكرة طبعا أمام مجموعة لاعبين يمكن ستة أو سبعة لاعبين، وكرة صعبة وقوية، يعني أي حارس ما ممكن يسأل عنها بالطريقة هذه، أيا كان الحارس الموجود في المرمى أنا ما أعتقد أنه كان ممكن نشيل هذه الكرة الصعبة. طيب أفضل فريق في الجولة السابعة طبعا هو الحقيقة الفريق المتصدر نادي ظفار اللي ماشي بخطى ثابتة الآن، الفريق اللي ما خسر هو طبعا ومع فريق الشباب عادل فايد. ابو خالد فريق ظفار مستوى يعني ثابت، يقدم حقيقه يعني مباريات ومستويات جدا رائعه. اضف الى ذلك انه في المباراه الاخيره يعني احنا رغم الطرد اللي موجود يعني كان حادث في نادي ظفار، الا ان احنا ما شعرنا حقيقه انه فريق ظفار في ناقص، وبالتالي يعني هنالك يعني ادوار، يعني تجد اللاعبين حاضرين، اللاعبين عارفين ادوارهم سواء كانوا ب 11 لاعب او اذا كان الفريق ناقص. اعطانا ايضا ظفار انطباع انه ظفار في خارج الديار هو مستواه، وايضا ظفار يعني في صلاله مستوى يعني نفس المستوى، فيستحق انه ظفار انه يكون يعني افضل فريق. طيب شكرا لك سلطان. افضل جمهور اللي ما نختلف عليه طبعا، لان حتى خارج ملعبه هو الان صار افضل جمهور. ما نختلف، يعني المباراه كانت في استاد سيب وجمهور صحار تميز وكان الافضل، وكان كانوا مبدعين وممتعين في تشجيعهم ومؤازرتهم للفريق اللي ايضا يستاهل. صحار قدم ايضا مباراه جيده، فجمهور صحار يعني دائما يخجلونا بحضورهم وتشجيعهم ومؤازرتهم. لا الناس ملت منا دائما الناس الجماهير والمتابعين يعني ملوا منا، حنقول نفس الكلام، مضطرين نقول نفس الكلام طبعا. بيزعلوا علينا لكن مضطرين، هم فرضوا انفسهم. نعم فرضوا انفسهم. أيوة. فرضوا انفسهم، لذلك هم استحقوا ايضا لقب الافضل كجمهور في الجوله السابعه. اذا نذكر مره اخرى بالافضل حسب اختيارات اعضاء فريق الدكه، افضل هدف هدف عبد الله دينج لاعب صحن في مرمى النصر، افضل مدرب حمزه الجمل مدرب نادي ظفار، افضل فريق الجولة السابعة هو نادي ظفار متصدر جدول الترتيب، وأفضل جمهور جمهور نادي صحار. طيب نذكر قبل ما نروح للموضوع الثاني الهدافين الدوري حتى الآن، طبعا يتقدمهم خليفة الجهوري لاعب نادي صحار عنده 7 أهداف، 3 منهم في مباراة واحدة، ومعاه ضيوف لاعب مسقط ب5، و4 أهداف للمقبالي وسعيد عبيد ولاوسن لاعب نادي ظفار. اتوقع لاوسن يعني دخل بقوه، يعني اي دخل بقوه، الباقيين ما اضافوا اي شيء، ما اضافوا شيء. يعني هم هو ايضا لك يسجل من ركلات يعني جزاء كثير. نعم لاوسن ركلتين بس خليفه عمل 3 اهداف
لو سمعت أتوقع من ركلتين في مباراة الخابورة سجل، مباراة السويخ سجل، ومباراة السويخ سجلت مباراة أخرى أيضا إذا كان واحدة. أنا أذكر في مباراة كان مدافع اللي هو فنجر في مباراة فنجر. طيب في عندنا صورة تقول طيب أعطونا الموجود بالنسبة لحسابات الأندية. طبعا هذا مثل ما ذكرنا مجلس جماهير نادي الشباب اليوم تم تدشين المجلس قرار مجلس إدارة وتدشين الشعارة، فنتمنى جماهير الشباب يعني تكشف عن وجهها الجميل وتكون موجودة في مباراة بكرة، لأن مباراة كبيرة مع الصحار أيضا في المركزين الثاني والثالث. نروح لحساب مين هذا؟ نادي النصر. نادي النصر مروان متخرج، يلا محتفلين فيه الشباب الربعة وإدارة الفريق، فبالتوفيق إن شاء الله بعد دراسة ترى لكل لاعبين نصحهم بتكملة مشوار الدراسة والموازنة بين الكرة مروان والدراسة. هذا داود الكحالي عريس ربي يكون، يلا حياة زوجية سعيدة إن شاء الله يا كابتن، والقفص الذهبي إن شاء الله على خير وربنا يسهل عليك ومبروك الزواج، ولو أن يعني الدعوة ما وصلت ترى لأعضاء الدكتور خاف بعدين مزاجي رايق داود يتزوج في الدوري نصيبة ترى. عموما نحن يعني في كل المحطات وفي كل موسم نتحدث عن الأفضل وعن الأجمل، وفي كل جولة نختار الأفضل والأجمل، لكن هناك هذا الموسم فريق يأتي بشكل مميز جدا ويأتي في صدارة جدول الترتيب ويبقى هو زعيما الحقيقة بإنجازاته وبتاريخه، ويبقى هو الأفضل بعد 7 جولات من بداية دوري عمان للمحترفين هذا الموسم. والسؤال يبقى، من يوقف ظفار؟ إنه الزعيم. منذ زمن لم نرى هامتك مرفوعة يا زعيم، منذ زمن والبين يتسع بينك وبين القمة التي اعتدت مزاولتها في تلك الليالي الخالدة، منذ زمن وأنت لا تتوهج. مزقت هذه التي تدعى منذ، وبات الحديث في ضواحي السعادة يستند على الفعل المضارع. أفعال ظفار هذا الموسم واضحة للعيان، طامسة للأقوال والشكليات، لا بهرجة إعلامية مضمونها خاويا. الشيخ علي وضع الأسس المثالية كي يعيد الزعيم للواجهة. بدء العمل كان تعاقدا أبرم مع الجمل، فحمل الأخير على عاتقه عبء رسم الابتسامة على محيا من اشتاقوا للمنصات. أبرموا صفقاتهم وأبقوا على من تدرجوا في الفئة السنية لظفار. أرض الكنانة احتضنت معسكرهم التحضيري، فاستقوا من لقاءات الفرق المصرية والعراقية ما يكفيهم للمنافسة على لقب طال انتظاره. اليوم وبعد 7 جولات من بدء الموسم الآني، قاسم وعبد الله فواز ونادر وبقية الرفاق يقفون على قمة الهرم ب17 نقطة، بسجل خاليا من الخسائر وبدفاع هو الأقوى والأكثر صلابة. 3 أهداف لامست شباك رياض، سواء أكان أحمد سليم بجوار نادر أم كان عبد السلام يدود عن هذه القلعة العتيدة. الانضباطية تجلت في عمل الجمل، لم يأبه لموهبة الحضري وصلابة عبد السلام، فوضعهما بجواره على دكة البدلاء. رسالة عميقة مفادها الأسماء وحدها لا تكفي لحجز مكان في التشكيلة الأساسية. السؤال الأهم، هل يستمر ظفار بإيقاعه المتسارع حتى الخطوات الأخيرة؟ التقلبات كثر، فكن حذرا يا حمزة. 10 هدفهم ومبتغاهم، فلتكن أنت السبيل إلى وصالها. ظفار في الصدارة يمشي بكل ثقة يا محمد العاصمي، متصدر وهو الأفضل حقيقة من حيث المستويات الفنية حتى الآن. هذا يعني مما لا شك فيه أنه ظفار الأميز لعدة أسباب. أولا ظفار دخل الدوري وهو في فترة استعداد ربما تكون الأميز ما بين الأندية، معسكر خارجي وعناصر انتقاها المدرب وشارك في عملية الاختيار، استطاع أنه أيضا يوجد توليفة
بعيد حتى عن لاعبي المنتخب. وشاهدنا ظفار في بداية الدوري كيف كان يعتمد على اللاعبين اللي كانوا متواجدين مع الفريق. انضباطية عالية فرضها حمزة الجمل. احنا خلينا نقول قبل بداية الدوري. لما جينا ننظر لظفار في الدوري، لعب 7 مباريات، فاز في 5 وتعادلين. وربما تعادله كان مع نادي عمان، والتعادل الآخر كان مع النصر. وخلال المباراتين صنع الكثير من الفرص. المميز لما نشاهد ظفار عليه 3 أهداف في 7 مباريات في معدل تقريبا 0.4، أقل من نصف هدف. نعم 0.4 تقريبا في كل مباراة. طبعا لما نعرف أنه حمزة الجمل مدرب وهو كان صخرة دفاع، وكل تأكيد هو الرجل يملك يعني رؤية ويملك أيضا فكر في عملية الدفاع، فنظم الدفاع بشكل جيد، وأيضا هو يملك العناصر والأدوات اللي تساعده. الآن أنت لما تبني الفريق بهذا الشكل ويكون عندك لاعبين مميزين في كل الخطوط، فتستطيع أنك توجد التوازن اللي ترغب فيه في الفريق، وهذا اللي نشاهده في ظفار. إلى إضافة إلى عامل آخر مهم، وهو وجود دكة بدلاء عالية في المستوى في نادي ظفار. يعني أنت لما تيجي تشاهد حسين الحضري في دكة البدلاء، تشاهد عبد السلام عامر في فترة كان في دكة البدلاء، تشاهد أيضا حتى علي البوسعيد في فترة كان أيضا في دكة البدلاء. فأعتقد أن الخيارات أيضا كانت واسعة عند المدرب. أيضا من العوامل المهمة المتوفرة في ظفار هو مزيج الخبرة والشباب المتواجد في الفريق. لاعبين صغار في السن، معتز، نادر عوض، عبد الله فواز، أعمارهم صغيرة، إضافة إلى لاعبين أيضا عندهم خبرة كبيرة، عبد السلام، علي سالم، علي البوسعيد، حسين الحضري، قاسم. فالمزيج هذا موجود في 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 فريق. أعتقد أنه أمر مهم وأمر جدا يعني مؤثر في أنك أنت تضع الفريق أو أن الفريق يكون في هذا المكان. هناك أيضا صعوبة أنت لما يكون عندك كل هذا الكم الهائل من اللاعبين، 11 لاعب في المنتخب، إضافة إلى لاعبين في منتخبات السنية، أيضا إضافة إلى محترفين أيضا على مستوى، خلينا نقول لا وصل على مستوى عالي. احنا بعدنا يعني ما زلنا نقول المحترفين الآخرين يحتاجوا إلى الوقت. فلما يكون عندك كل هذه الكمية من النجوم، فأنت أيضا كمدرب إذا لم تكن صاحب شخصية قوية لا تستطيع أنك أنت تفرض نفسك على 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 اللاعبين وتفرض النظام. فلذلك أعتقد أنه أيضا هذه ميزة أخرى تضاف إلى حمزة الجمل، هو قدرته على أنه يتعامل مع كل هذه النجوم ويختار التشكيلة الأنسب دائما في كل مباراة، وأيضا قراءته الفنية دائما للمباريات مميزة. هذه العوامل تقريبا هي التي وضعت ظفار في قمة الترتيب. وربما ظفار لو استطاع أنه يحسم مباراته أمام النصر أو عمان، وجدنا الآن ظفار يبتعد بفارق من النقاط مريح تقريبا، لكن أظن أن ربما السكور اللي حققه ظفار في هذا الموسم في الجولة 7 لم يعني يحقق خلال المواسم السابقة. الفرق كانت تتعرقل بشكل كبير، ظفار إلى الآن في الجولة 7 لم يخسر، وهذا نعتقد أنه رقم يحسب لظفار. طيب بنروح للمحاورنا الأخرى، وظفار عموما تنتظر المواجهة غدا مع الرستاق. هذه المباراة تكون على القناة الرياضية الساعة 8:15، على اعتبار ظفار هو المتصدر. بنروح إلى ما بعد التداعيات الجولة 7 الماضية. طبعا علي الخنبشي يعتذر عن تكملة المشوار مع السويق، وفي المقابل نادي مسقط بعد الخسارة مع العروبة يعني يفك الشراكة مع الخشاب مدرب الفريق. وكان في جدل كبير وفي كلام كثير وفي استقالات وفي حدث يعني حتى مشادات أو تلاسن بين المجلس الإدارة أو المشرفين على الفريق هناك في مجمع صور. لكن آخر الأخبار تقول تم الاحتواء الموضوع بشكل أكبر، لكن رسميا طبعا في بالنسبة للخشاب هو خلاص ما صار أو ما عاد هو المدرب في نادي مسقط. بيكون معنا نائب رئيس النادي بعد شوي، لكن سيف سلطان مسقط يستغني. ويمكن تابعنا الأخبار اللي صارت في اليومين هذه عن إشكالية استقالات وزعل وغيره واختلافات في أو خلافات الحقيقة في وجهات النظر بين الإدارة نفسها. أبو خالد، ما كنا يعني نتمنى بأنه المستوى اللي قدمه مسقط مع الخشاب الموسم الماضي والتوليفة اللي عملها وإنقاذ مسقط في الدور الثاني
والتفاهم من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين انه يعني يحصل او يوصلوا الى 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 استغناء. ولكن اعتقد انه اداره نادي مسقط ممكن انها لها نظره معينه او فكره معينه، ولكن في ظل الضغط المتواصل على الانديه وعلى الفرق وعلى اللاعبين، انا اعتقد انه يعني انك تعمل حل او انك تحصل حلول بالنسبه لكيفيه ايجاد مدرب ممكن انه يقدر انه يعمل التوليفه المناسبه والتشكيل المناسب ويحقق ايضا النتائج الجيده، هذا يحتاج له الى وقت. يعني ذكرنا بانه تغيير المدربين يعني هي تغيير وقتي، وهذا التغيير ممكن انه يكون في صالحك او لا. يعني على سبيل المثال اليوم تشاهد نادي السويق غير المدرب اللي هو علي الخنبشي، ولكن الظروف ما تساعد بعض الاحيان. يعني هو المساله وما فيها انه انت وضعك الاداري وضع اللاعبين، هل هم قادرين على انهم يتعاملوا مع الجهاز الفني الجديد؟ هل بيكون هناك في ايضا ممكن ايضا يستفيدوا من التوقف في الفتره القادمه الفريق، وانه المدرب يكتشف اللاعبين والطريقه المناسبه اللي تناسب نادي مسقط. ولكن يعني انا اعتقد انه مسقط يعني في البدايه، يعني نحن لو رجعنا الى المباريات اللي لعبها مسقط في اول جولتين لعب مع ظفار ما كان سيء، كان هو المتقدم. بعد ذلك خسر اللقاء امام نادي ظفار، وفي الجولة الثانية لعب مع نادي النصر يعني فرق قوية، فرق يعني ايضا لها طموح وايضا لديها لاعبين. يعني مثل هذه المباريات في اولى الجولات هذا ممكن يأثر على الفريق خاصة من الناحية المعنوية. نعرف امكانيات بعض لاعبين نادي مسقط، يعني تميزوا في الموسم الماضي اللاعبين الاجانب ان كان ضيوف او اوفال والاخوان الحبسي قاسم البلوشي في وسط الملعب يعني لاعبين تميزوا في الموسم الماضي. ولكن انه يبدأوا الدوري بمباريات قوية ويكون هناك في خسارة وأيضا رغبة الجهاز الفني والإداري بأنه الفريق يحقق نتيجة، هذا يعمل ضغط على الفريق. بس أنت ما كنت مع الاستغناء عن أنا يعني أنا ما أنا أنا عموما يعني بشكل عام أنا مالي مع الاستغناء عن المدربين، لأنه ما أشوف إذا كانت توفرت كل الإمكانيات التجهيز الإعداد. صح أنه نادي مسقط عمل انتدابات، هذه الانتدابات كانوا هم بيفكروا انهم يقدموا مستوى افضل من المستوى اللي قدموه في الموسم الماضي، ولكن هناك ظروف، الظروف هذا ما ساعدت الفريق. انا اشوف انه مساله الاستقرار الفني مهم جدا خاصه في انديتنا يا ابو خالد، لانه نحن في كل موسم نرى مدربين جدد، نرى لاعبين جدد، ونطالب الفريق بتقديم نتائج. يعني النتائج تاتي بوقت، تاتي باستقرار، تاتي بصبر. ما تاتي ان انا اذا غيرت مدرب، يعني كثير من المدربين من الانديه غيرت مدربينها حققوا نتائج جيده ولكن ما استمروا، لانه كان فتره معينه يعني هي من الناحيه النفسيه والمعنويه، وبعد ذلك مستوى الفريق وامكانيات الفريق كانت هي الواقع. فانا اشوف انه طبعا هذا اداره نادي مسقط هي حره في الاستغناء عن المدرب، لانه المدرب ما هو يعني هناك في عوامل اداريه، ايضا اللاعبين انفسهم كيف مطبقين الخطه بالطريقه المناسبه، ايضا الظروف دورينا في هذا الموسم بالذات ما يساعد. انا اشوف انه ما يساعد، لانه مباراه جوله بعد جوله، يعني مباراه الخميس المباراه القادمه يوم الاثنين، يعني حتى المدربين ما عندهم الوقت انهم يصححوا من مسارهم او يصححوا من اداء الفريق والتشكيل والطريقه واللاعبين. ولكن مثل ما هو متعودين عليه الحين المدرب العاشر او ال 11 ما اعرف الجولات القادمه بعد بتحسب زياده بعد انا في الجوله السابعه بتحسب زياده عموما مش في صالح مش في صالح دورينا ولا في صالح انديتنا، لانه هي ايضا بالنسبه للمدربين ياخذوا فكره، وايضا يعني احنا ما انا بعيدين عن الخليج. والله شوف انا اعرف مدرب من المدربين اللي جانا في دورينا لما جاب بعد اربع او خمس جولات المدربين تغيروا حاله مستحقات المنتخب، قال لا ارجوكم اولا اعطوني للي عن شنو يعني شاف الوضع صحيح بالصوره اللي هي يعني استغناء سهل هذا عن المدربين. حتى لما تتعاقد تروح تتعاقد مع مدرب وهو يسمع عن موضوع الاقالات ايضا هذه فيها المدربين يرفعوا اسعارهم ويطلبوا شروط جزائيه وغيرها. طيب الاخ نصر الوهيبي نائب رئيس نادي مسقط موجود على الهاتف. الاخ نصر مساء الخير.
مساء الخير لك نصر. مساء النور، كيف الحال؟ حياك الله. حياك الله. الله يخليك يا رب العالمين. حياك الله. أولا طبعا النادي استغنى عن الخشاب، وهذا الخبر يعني أيضا أكدناه في الجولة أو الحلقة الأخيرة من الجولة الماضية. نعم. الشيء الجميل أنه وصلتنا الرسالة أن الأمور انحلت على المستوى الإداري، لكن لماذا كل هذا العتب وهذا الإشكال بين الإداريين أو بين الإدارة نفسها، وخمسة يريدوا يقدموا استقالة من النادي وغيره؟ يعني إيش يعني إيش الظرف الكبير هذا باستثناء يعني الفريق ما هو فريق اللي كنتوا تطمحون إليه إنه يكون في هذا الموسم؟ أول الحمد لله رب العالمين، اليوم بجهود المحبين بجهود المساندين لنادي مسقط الحمد لله تم التوافق وتم الجلوس مع الأخوة في أعضاء مجلس الإدارة وتم جزاهم الله كل خير أن يعني يتنازلوا عن الاستقالة أو يرجعوا في استقالتهم، وجزاهم الله كل خير الذي عملوا على هذا الأمور. حقيقة يعني حتى يكون لا يفوتني أن أتقدم بالشكل الجزيل للجنة الداعمة للنادي، وجزاه الله خير الشيخ سالم بن سعيد بن سام رئيس الاتحاد كرة تقدم كذلك له بصمة كبيرة في هذا الموضوع ورجع المياه إلى مجاريها، وتقدم بالشكل الجزيل لأغلب رؤساء الأندية الذي اتصلوا فيه وساندونا كرؤساء أندية بالتحلي بالحكمة والرأي السديد والجلوس مع الإدارة، وهذا حقيقة يعني شيء بالنسبة لنا شيء كبير، يعني يتواصلوا معنا أغلب رؤساء الأندية والداعمين في الرياضة ويشجعونا ويتمنوا لنا كل التوفيق. يعني هذا مكسب بالنسبة لنا كنادي مسقط، مكسب كبير يعني جزاهم الله كل خير. أما بخصوص الخلافات اللي تدير بيننا وبين بين مجالس الإدارات، هذا خلافات يعني أتوقعها في كل أندية موجودة أو في كل قطاع اللي يشتغل اللي يعمل فيه، سواء كان قطاع رياضي أو أي قطاعات مختلفة. إيه لكن العدد كبير كان. الخلافات موجودة يا تفضل. العدد كان كبير يعني خمسة، وصار إشكالية وتلاسن وكلام كبير وظهر في الصحف، يعني البعض يعني يحاول إنه يحتوي كل هذه المواضيع، يعني صحيح تحصل بس البعض يعني ينجح في احتوائها، لكن الأمور في مسقط ظهرت على المستوى الإعلامي. والله هو للأسف الشديد، لأن الأمور الموضوع محور آخر، يعني ما بهذاك الأمور اللي المفروض أن تطلع في الإعلام. الأمور كانت بسيطة فقط، ما يعني ما بين يعني حاجة مشادة كلامية بسيطة ما تبقي حتى موضوع حوار بين عضو مجلس إدارة وبين رئيس نادي. نعم. ولكن لسوء الحظ كان في ممر أو في مكان يمكن اسمع المار وأول في الموضوع الكثير يعني. ولكن أتوقع يعني رئيس النادي أو العضو اللي هو الأخ زهير هم أكبر وعقل عن هذا الأمور اللي تداولوه في المنتديات أو في الصحف، لأن حقيقة يعني نحن مثل ما نعرف أن الخلافات في كل مكان موجودة، ولكن ما بهذا اللي تصورته الصحافة والكلام فيه كثير، وعفوا هذه الكلمة واللغط فيه كثير. حقيقة يعني الأمور نحن كإدارة نادي مسقط يعني استائينا كثير من هذا الوضع اللي سمعناه وعلى مستوى الجرائد ومستوى هذا، ولكن الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، ونحن حقيقة يعني ممنونين ومشكورين للأخوة الذي دعمونا في هذا الأمور. ومثل ما تفضلت الموضوع ليس سهل أن يستقيلوا خمسة من مجلس إدارة، ولكن اليوم الحمد لله رب العالمين يعني نحن يقول رب ضارة النافع يعني صحيح. هذا الاختلاف نتمنى التوفيق ان شاء الله ان ما يحصل يعني مستقبلا مثلا، والحقيقه احنا ما نبحث عن المشكله، نبحث عن حل المشكله، وانتم حليتوه، هذا شيء طيب جدا ان احتويتوا الموضوع. احنا اليوم اللي كسبناه حقيقه يعني ارتئينا كثير من محبين النادي، يعني اقول لك الحمد لله ان شفناهم وجلسوا معنا كثير، يعني وهذا الشيء يعني الانسان يفتخر فيه بان نادي مسقط نادي كبير والناس كلها ملتفت لها. يعني جميل. تصور انا اليوم وامس واول امس يعني تواصلوا مع ناس من زمان ما سمعتهم، يعني حتى على مستوى مثل ما خبرتك رؤساء أندية وكل حاجة. نعم. وهذا الشيء الجميل يعني ما هو جزا الله الشدايد. نعم جزا الله الشدايد كل خير. أكيد أكيد، والحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله رب العالمين. طيب نتمنى لكم التوفيق، لكن الآن وضعية طيب خليني أسألك على الخشاب بداية. طبعا الخشاب ترك أنا بقرار الإقالة، الخشاب يعني يمكن الاخوان تواصلوا معه قال انه ما تم توفير. انت انتقدت في اتصال سابق بالبرنامج يوم كان موجودنا زميلي واخي خالد. نعم. هل الخشاب يتحمل كل ما حصل من نتائج الفريق في المركز الاخير بنقطتين؟ والله استاذ العزيز الخشاب مثل ما اسلفت سابقا ان الخشاب مدرب كبير ولا يختلف عليه احد، يعني خشاب مدرب كبير ولا سمعته ولا احترامه بين
من الجميع سواء كان أندية خليجية أو أندية حتى عالمية أو حتى منتخبات، ولكن أنا كان انتقاد الخشاف فقط لأني بما يمتلك هذا المدرب من فكر كبير وأيضا عنده لاعبين على مستوى عالي. وأنا حقيقة إذا حبيت مثل ما تفضلت مسبقا أني ما ليس ألوم الخشاب لأنه سيء، ألوم الخشاب لأن عنده الإمكانية وعنده القدرة، ولكن أنا حقيقة مستغرب من تدني مستوى الفريق. ولكن هناك أسباب أستاذ خميس، أسباب إحنا عرفناها لاحقا يعني، وإن شاء الله نداركها في الأيام القادمة يعني. أسأل الله التوفيق لأخونا الكابتن سلطان الطوق بحكم أنه تحمل مسؤولية بدل الخشاب، وجزاه الله خير الاخ ابراهيم بن سيف نفس الحاله مسك موضوع النادي كمشرف للنادي. يعني حقيقه يعني بذلوا مجهود كبير في عاد الفريق، وان شاء الله تعالى غدا ان شاء الله يكون نادي مسقط يطلع ان شاء الله تعالى يعني يطلع باحسن مستوى ان شاء الله تعالى. نسال الله التوفيق طبعا. هل تعتقد ان يعني تحضير وتجهيز مسقط كان كافي للدخول في الدوري، خاصه بعد يعني اللي صار في الموسم الماضي في الدور الأول ورجوع الفريق في الدور الثاني بشكل جميل؟ لكن هل الفريق تم إعداده وتحضيره ليكمل المشوار؟ الواضح أن الأمور يعني ما هي بالشكل الإيجابي. والله هو سيد خميس حتى يكون نحن نعطي لكل ذي حق حقه، يعني نتكلم بأمانة. يعني نحن السنة الماضية لا كثير الناس يعني جزاهم الله خير تكلموا عن الخشاب ويعني وارتفع أداء مستوى الفريق، لاني بصراحه كان اعداد ممتاز من بدايه الدوري. كان حريص المدرب البرتغالي حريص، كان عاد الفريق اعداد بدني جدا يعني مميز، ولما جاء الخشاب حط الفريق يعني معد اعداد بدني يعني جيد. الخشاب حط اللاعبين على مستوى عالي من اللياقه البدنيه. اليوم نحن حريص انه كل من يرتاي نادي مسقط يرى ان نحن عندنا اعداد بدني يكاد يكون ما نقول ضعيف متوسط يعني، وناهيك على الاصابات اللي حصلت في الفريق بناء على تراكم اللي يعني او قرب المباريات الدوري. يعني هذا كسبنا كثير يعني كسبنا كثير من المتاعب في اصابات اللاعبين، يعني على مستوى اللاعبين المحترفين او عفوا الاجانب او المحليين يعني. نعم. عندنا اصابات سنين من المحترفين، وعندنا اصابات تقريبا 5 إلى 6 من المحليين اللي كنا نقول عليهم، والمشكلة كلهم في خط الدفاع. يعني مشكلة صحيح. كلهم في خط الدفاع صحيح. هذه المشكلة الكبيرة اللي عانينا منها يعني. طيب. والأسرة إن من يعني نادينا أيضا حتى على مستوى التهديف يعني ليس سيء، ولكن على مستوى خط الدفاع بحكم إني عنده نقص دفاع حاد، هذا طبعًا. اللي يصير في خسائرنا. أضعف خط الدفاع يعني. طبعا 14 هدف في مرمى. حقيقة لما تلاحظ الأهداف اللي سجلنا وحتى كاد يكون المهاجم ضيوف يعني من اللاعبين اللي عندهم رصيد طيب في التهديف. يعني من 8 هم سجل 4 ضيوف. حقيقة يعني ونحن تفضل. هل صحيح ان عقد الخشاب شرط جزائي 10,000 ريال كما تم تداوله ولا ايش؟ والله كابتن اول حاجه نحن حقيقه يعني لابد ان نشكر كابتن شريف الخشاب بامانه، اقول لك عليه انسان. نحن ما نختلف يعني الرجل اسمه لا بخصوص العقد او الشرط الجزائي، هذا شيء يعني للاسف شديد يعني غير صحيح، وموضوع اول او اخر يعني. والخشاب كان متعاون معنا يعني بشكل كبير جزاه الله كل خير يعني، وهذا حق من حقوقه. حتى لو يستلم 20,000 ريال، اذا كان حق 20,000 ريال نادي مسقط ملزم بدفع حقوقه اي شخص. طبعا وحقيقه الخشاب يعني احنا نتكلم شكرا ونقدم له جزيل الشكر والاحترام بحكم انه هو كان قبل على يتعاقد مع نادي مسقط محصل عروض كثيره حتى في السلطنه، واكثر من عقود اللي اعطاها فيها نادي مسقط، ولهذا يجب ان نعطي كل حق. نعم انا انتقدته وجلست معه وانسان متقبل بصدر رحب وجزاه الله كل خير. طيب يعني هل نقول ان نادي مسقط قلب الصفحه الان خلاص الامور انتهت كلها؟ ايش تقول في المقابل للجماهير اللي تتابع الفريق واللي قلب على الفريق بطبيعه الحال؟ تصدق يا استاذ خميس اليوم نحن نجتمع باخواننا في مجلس الاداره، يعني حقيقه يعني نتقدم بالشكر الجزيل حقيقه للجماهير المحبه، رغم النتائج حقيقه نحن نشوف النتائج السلبيه، ولكن بامانه الجماهير حقيقه دعمها دائما مستمر حتى اليوم من بعد الاجتماع، وتجد ناس ينتظروني برا خارج الاجتماع يقولوا نحن معاكم ان شاء الله تعالى، رغم الظروف السيئه ورغم النتائج السيئه حقيقه لا زال الجماهير داعمين لنادي مسقط دعما كبيرا، الجماهير والمحبين وجزاهم الله كل خير يعني. من التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يعود يعني الفارس على قول المحبين ماله يعني،
ونشوف مستوى افضل ومسقط يعود بشكل اجمل للدوري وجولات الدوري. ان شاء الله ان شاء الله استاذ خميس حقيقه نحن منه كبير بهذا الفريق، لانه حقيقه يمتلك يعني مواهب عديده، يمتلك لاعبين يعني لا يقل لمستويات عن بقيه اللاعبين الموجودين في الانديه الاخرى. وكذلك يعني عندنا ما شاء الله يعني لاعبين محترفين مثل ما تشوف يعني على مستوى يعني ما اقول مستوى عالي بس مستوى حقيقه جيد جدا يعني. هل سلطان توقي يعني الفتره مثلا او بيكمل او ايش بالضبط الرؤيه؟ والله سلطان الطوقي مكسب لكل نادي يعمل فيه الامانه. سلطان الطوقي ما شاء الله عليه ولد حقيقه يحب العمل يعني ولد نشيط وولد يعني انا كلمه سلطان الطوقي بالنسبه لي انا من الناس او من الشباب اللي حاسس شاب طموح شاب يحب يعمل ايضا. حتى كان شريف الخشاب يشيد فيه بانتظام. طيب هل بيكمل ولا هو فتره معينه الان؟ والله استاذ خميس يعتمد على المدرب اللي سبحان الله يمكن تعاقد مع مدرب اخر يقول لك انا ارتئي ان يكون معي مساعد اخر. لا لا اقصد سلطان بيكون هو المدرب او انتم تبحثوا عن مدرب الان؟ لا طبيعي بنبحث عن مدرب حكم يعني طبيعي هذا الشيء لان اخونا كابتن سلطان يعني له كل احترام والتقدير وثقتنا فيه كبيره. ولكن نحن يعني بدون ما نقلل من مستوى سلطان بالعكس، لكن نحن ننظر لمدرب يكون ينتشي الفريق من حالته هذه لحالة افضل ان شاء الله تعالى. وكنا ثقة في سلطان وفي كل شخص يحب يخدم نادي مسقط. طيب هو الخشاب اتذكر يعني كان له تصريح صحيح يا شباب اصابات عندكم 8 مدى هذا التجهيز ولا ايش المشكله كانوا في الثمانيه؟ والله كيف استاذ خميس والله يعني عين صابتكم. يأسفني حقيقة ان احنا اعدادنا كان اعداد ضعيف للامانة هذا يعني التصريح تقريبا ويكون اعدادنا اعداد متاخر بالنسبة لبقية الاندية او ممكن احنا اقول يعني شاءت الظروف ان يكون الاعداد في شهر 8 ويكون الدوري في شهر 9 احنا تقريبا بدينا منتصف 8 فلازم نبدي من واحد. لا هو حتى التصريح الان اذا تابعت التلفزيون على الشاشة هو بعد ما رجع الان يقول لاول مرة في مشواري التدريبي يصاب لدي عدد 8 لاعبين في الخط الخلفي. هو الرجل حتى مستغرب بنفسه يعني. حقيقة أنا أتفق معه وهناك أمور أخرى حتى مستغربين معها نحن فيها كمجلس إدارة، ولكن نقول الله سبحانه وتعالى القضاء على كل شيء ونسأل الله التوفيق إن شاء الله تعالى. ونحن ما يؤسفنا كثر ما يؤسفنا إصابات اللاعبين، هذه مهمة جدا يعني إصابة اللاعبين خاصة بعض الإصابات إصابة يعني ممكن تكون تكلفة مشوار رياضي يعني. وعندنا تقريبا يعني مثل ما تفضل الكابتن شريف 8 إصابات، والغريبة 8 إصابات أغلبها في خط الظهر يعني من النص للدفاع. يعني تصور أنت يعني ملعب بعض الأحيان تغيير مراكز يعني اللاعب ما يعني ليس في مركزه بحكم النقص اللي نحن فيه. يعني صدقني لحد يومك هذا من بدأ الدور لحد الحين نحن ما لعبنا مباراة فريقنا متكامل أبدا يعني. عموما نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. نعم. ويعود مسقط إلى مكانه يعني وإلى مستواه. والله استاذ خميس نحن املنا ان يعود مسقط ونحن خططنا من السنه الماضيه حتى يكون مسقط يعود ل يعني لايام او مستواه المعهود. موفقين ان شاء الله يا نصر موفقين. شكرا على وجودك معنا. ولكن الظروف ان شاء الله تسر الله ان شاء الله بعد لا يزال الدوري طويل لا يزال الامور يعني يلا يعني ترى الدوري طويل بس عندكم لا نقطتين بعد الله يعينكم عموما يعني. يلا عسى خير عسى خير استاذ خميس. بالتوفيق شكرا نصر الوهيبي نائب رئيس نادي مسقط. شكرا جزيلا. اذا سلطان الطوقي هو اللي يقود الفريق. وسالفة ال 10,000 يعني شرط جزائي للخشب طبعا مثل ما ذكر ما صاير. سيف سلطان بالداخل انت تكلمت عن مسقط محمد والله بخصوص انا بس اعطيني بس يعني بعد نتكلم عن السويق بعدنا بخصوص الكلام اللي ذكره الاستاذ نصر. يعني هو ذكر بانه الاعداد بالفريق كان ضعيف والاعداد الضعيف اثر على اللاعبين ومستوياتهم وفي اصابات. يعني انه المدرب ما كان يعني بريء يعني يتحمل كل المسؤوليه طبعا يتحمل كل المسؤوليه او يكون مثلا الجدار القصير للفريق. ذكر بانه اعداد الفريق كان ضعيف. سبب من اسباب تواجد نادي مسقط في المركز الاخير وسبب من اسباب اصابه اللاعبين الاعداد الضعيف. يعني أنا ذكر انا كنت بتدخل نصر في هذا الموضوع بغى اتدخل وهذا الكلام اللي احنا ذكرناه من قبل ذكرنا الكلام من قبل واكدوا نصر ايش لا لا انا كنت بتداخل معاه لكن انت يمكن ما تاحت الوقت. لكن عموما يعني احنا مثل ما قلنا نحل المشكله لا بالعكس لا بالنسبه لي انا يعني اشكر اداره نادي مسقط على التعامل مع هذا الموقف. لا هذا ما صعب ما سهل كان لا تعاملهم هم انهم استمعوا للناس وانهم يعني
أخذوا حتى الاتصالات اللي جاتهم مثلا السؤال عن الموضوع بإيجابية ولملموا الموقف كامل أن المجلس يكون مكتمل ويواصل المسير. هذا شيء مهم جدا يعني يحسب لهم. أنا كان بس تعليقي على بعض الجزئيات المتعلقة بالإعداد. من هو المسؤول عن الإعداد؟ هل المدرب مسؤول عن الإعداد أم النادي مسؤول عن الإعداد؟ المدرب يخط الخط يعني يضع أيوة الحين هني في أكثر من جزء. الجزء الأول الأخ نصر ذكر أنه المدرب العام الماضي عمل مقارنة أن الإعداد الفريق بدنيا كان أفضل في العام الماضي من خلال وجود المدرب السابق اللي هو راح. يعني كان في مدرب أعد الفريق بدنيا ومن ثم ذهب، وبعد كذا يعني المقارنة كانت واضحة أنه السنة هو كأنه وجه يعني بشكل أو بآخر مسألة العامل البدني الإعداد البدني للمدرب. وأنا أقول يعني دائما لا دائما هي عملية مشتركة، يعني المفروض أنه يكون في ترى ابو محمد نوب هذا اللي يعني الاعداد ترى ما له مسقط. لا بقيك ترى الجزء اللي بغى اقوله ايش انه الموضوع البدني التجهيز البدني وجهاز تجهيز الفريق سواء من معسكرات داخليه او خارجيه او مباريات وديه مفروض انه يكون عمل تكاملي، يعني عمل مشترك طبعًا بين الجميع. الذهاب شو اسمه الجانب الاخر اللي انا شدني انه في 8 اصابات. الاخ ناصر يقول صح في 8 اصابات، اذا ايش ذنب المدرب اذا كان في اصابات في الفريق مثلا؟ هل المدرب يعني كان هو متسبب في هذه الإصابات مثلا؟ هل كان معرم محمد يمكن شوي بيفيدنا، هل المدرب هو اللي تسبب في ان 8 مصابين ولا جاته بالصدفة؟ لا صارت حد رباط وحد تعرف ابو حمد انه نادي مسقط لعب اول مباراة ودية ضد فنجا بعدها اعتقد يوم او يومين تدريب مع المدرب، اللاعبين ما اكتملوا والفريق قام مباراة ودية يعني والفريق مش جاهز اصلا، ولا اللاعبين منتظمين في التدريب، ولا اللاعبين حسمت صفقاتهم، وما عدا اللاعبين اللي جددت لهم. زين هل يسأل المدرب في هذه الحالة؟ نسأله لازم. شوف أنت يسأل من أي جانب؟ شوف كمدرب أنا في عقود ما خلصت مع اللاعبين. أنا أتكلم عن المدرب، لكن ربما يكون أيضا له الكابتن شريف وجهة نظر في هذا الموضوع. أنا إذا كنت أشوف أن الأمور لا تمشي بشكل صحيح، أنا كمدرب يعني لا تمشي بشكل صحيح أعتذر، لكن من أقبل أني أنا أعمل في هذه الظروف أتحمل المسؤولية. أتحمل المسؤولية. طيب وهو تحمل المسؤولية وما خرج يتكلم في الإعلام. طيب عن هذه الظروف. العروبة أقال مدربة بعد جولتين أو ثلاث يمكن. هو إقالات مسلسل مستمر. والسويق. لكن نتكلم عن مدرب تم الإشارة. ترى كلهم هذا الإعداد نفس تراحين الإعداد إذا إحنا مشينا على الإعداد ما شيء غير الفار لعام الإعداد مثل. يعني تقدر تقول ان اعداد لا في انديه عملت اعداد جيد. رستاق عمل 10 يعني 10 مباريات عمل اعداد جيد. اوكي اعتقد انه حتى صحم كان اعداده جيد مع المكان. هو شنو المدرب يعني اذا بنتكلم على اقصد على موضوع الاعداد نفسه يعني. انا موضوع الاعداد يعني شدني الاخ نصر تطرق لنقطه مهمه جدا، بس انا سؤالي بالنسبه لي ما واضح اذا هل مساله الاعداد سببها انت ذكرت الحين في لاعبين كانوا مو مخلصين اثنين في لاعبين 8 انصابوا أكد الأخ نصر. طيب كيف أقدر أنا أحط كل الملامة على الجهاز على المدرب يعني هذا كان تساؤل. المدربين اللي يستغنوا عنهم هم يتحملوا كل شيء. وفي بعض اللاعبين تم تعاقد معهم بعد بس أنا لازم بس أنا قبل الماضي ما ذكرت كريسو ذكرت الموضوع صحيح ذكرت، لكن أنا أتكلم كحالة نادي مسقط هم أكدوا أن في إصابات 8 لاعبين أبو خالد 8 لاعبين غيبوا عن الفريق. أنت أي مدرب يعني صعب ما كانوا جاهزين طالما ابو حمد يعني هو النتائج سلبيه ما مختلفين انه هو قالت الحين للنتائج احنا عارفين عليك ابو حمد، لكن هو الان طالما النتائج سلبيه ما بيؤخذ على اساس انه عنده نقص وعنده مرض. النتائج سلبيه والنتائج اللي صارت انه حتى لو عطوه يعني مجال انه الاستمراريه الخوف انه ايضا صار عندهم خلاص هم توجس انه لربما انه النتائج ما راح تكون يعني هو ايضا يحسب هو شيء واحد انه الان يعني الخشاب صفحه وانطوت يبقى انه الان سلطان الطوغي هو على راس الجهاز. نتمنى من اللاعبين حقيقه الوقوف مع المدرب ومساعده المدرب على اساس انهم يطلعوا من هذه الحاله. نعم ويتجاوزوها طبعا الفريق في المركز الاخير بنقطه اكيد. شوف ابو خالد انا بتكلم عن نقطه مختلفه يعني هو في نفس موضوع مسقط. انا اعتقد انه من حدثه الحادثه في 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 مجمع صور وربما التلاسن والخلاف والاستقالات الأمر الإيجابي والجيد أنه كثير من الأندية ربما ما ذكرها احنا شاهدناها في مجموعات التواصل الاجتماعي وغيرها كثير من الأندية بادرت لاحتواء الأزمة في ضفاء في 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 مسقط. نادي مسقط
من رؤساء أندية ومن بعض الشخصيات واتصلوا وبادروا لأنهم يحلوا هذه الإشكالية. وفعلا وهذا تحسب لما تجد تشوف أن الأندية عندها فيما بينها تواصل وتكاتف في مثل هذه الأمور، لأن فعلا أنت لما تتكلم عن 5 أعضاء معناته أن مجلس الإدارة يحل، يصبح المجلس غير قانوني وبالتالي يحل مجلس الإدارة وكذا. لكن كانت هناك وقفة وهذا أيضا تحسب لهم، وأنا أعتقد أنه هذا يعني هذه من الأمور الإيجابية اللي شاهدناها في أزمة نادي مسقط، واللي نتمنى أنها ما تأثر على مسيرة الفريق. أنا أختلف عند الأخ نصر في شيء واحد هو ذكره لما قال أن إحنا الموسم الماضي يعني الفريق كان جيد وأن الخشاب نعم كان جزء لكن ليس الجزء الأهم. إحنا كلنا شاهدنا كيف أداء مسقط تغير مع الخشاب في الدور الثاني بشكل مغاير. لا هو عطى سبب، هو قال انه السبب الفريق بدنيا كان المدرب السابق. لا ما اعتقد انه هذا السبب، ما اعتقد انه هذا السبب. نعم هو قال كان له دور كبير طبعا، قالوا لكن مع الاعداد البدني كانت النتائج سيئه في الدور الاول والفريق كان في حاله سيئه. هذا اللي بغيت اقول لك يا اذا المدرب هو اللي عمل الفارق الفريق. أيوة. يعني ايضا لازم نعطيه حق الرجل، يعني مش الاعداد البدني طبعا. لكن هو شوف انا كنت اريد تصريح مسقط تحديدا نادي مسقط، الاخ نصر اكيد يمثل النادي، انه هو للنتائج لما تكون كذا مثل ما قال ابو ناصر، يعني المساله بتكون اوضح انه في نتائج نحن كرده فعل ايضا نريد نعمل نوع من الجانب النفسي للفريق، هذا بيكون شيء جيد. لكن ما في فريق يدخل بطوله أو دوري وهو كامل إعداده بنسبة 100%، دائما الفرق تبدأ ترتفع بدنيا. أيوة. مع المباريات أول بأول. مع المباريات أفضلها من اللي يدخل بنسبة تقريبا 70%. أنا حضرت مباراة ودية محمد لنادي مسقط عندهم أثناء فترة الإعداد 2 الأساسيين قلب الدفاع كانوا ما موجودين مصابين. صحيح. فمعناه هم مروا أيضا حتى متعاقدين مع جابر أعتقد مصاب. أيوة. جابر مصاب وبعض اللاعبين اللي تعاقدوا عنده ما كانوا يعني محمد رمضان اصلا في الاصل لاعب طرف يعني ظهير لعب رجع في شو اسمه، فايضا هم تعرضوا لاكثر من جزء. لا بس نكون صريحين، يعني الاعداد اللي بتقول فيها الانديه طبعا هي طبعا كلهم يعني بنستثني شوي منهم التوارع. لكن اغلبهم طبعا الله يعين. بس عموما بنحول من مسقط وبروح للسويق، لان السويق ايضا الان المدرب الثاني راح اللي هو كابتن علي الخنبشي قبل خيري، وبانتظار من يقود الأصفر أيضا في القادم من الوقت. علي الخنبشي حسب التصريح الرسمي طبعا أنه هو طلب إعفاء من المهمة هذه، وبالتالي رغم أن الرجل ما خسر أعتقد في المباريات اللي قادمة مباراة واحدة مع الظفار لما خسر 2-0. عادل فايل أنت مع هذا التوجه؟ طبعا كابتن علي راح، ممكن يكون معنا بعد شيء على الهاتف والله، لكن عاد هذا المدرب الثاني للسويق الآن. السويق بالنسبه للكابتن علي مثل ما تفضلت، يعني هو تقريبا قاد السويق الان في 4 مباريات، يعني خسر مباراه وفاز على صحم وتعادل مع الخابر ورسلاغ، ولكن اتفقنا انه يعني قدم استقالته، يعني حتى احنا ما نقدر نقول حقيقه الاسباب. 5 مباريات النصر نعم، فما نقدر احنا نقول نطرق للاسباب على اعتبار ان احنا ما في يعني عندنا في شيء واضح، ولكن على حسب ما سمعنا انه قدم استقالته واعتذر ايضا لمجلس الاداره عن تكمله المشوار. يعني هو يعني كمستوى نادي السويق يعني بعيد طبعا، بعيد يعني لكن السويق مش موقعه هنا الان. هو اكيد يعني مش موقعه، لكن احنا والله ما نقدر نقول قد يكون، لانه شوف ابو خالد بعض الاحيان يعني لما يتم يعني الاستغناء عن المدرب قد يكون بعض الاحيان من المدرب، وقد يكون ايضا مع اللاعبين، لربما احنا نقول يمكن اللاعبين يمكن ما تعاونوا يعني التعاون الايجابي مع الكابتن علي الخنبشي، هذا ممكن يكون سبب ما نعرف الاكيد يعني. ولذلك يعني لو انه الكابتن علي هو اللي يقدر ايضا يعني هو اللي يقدر يوضح لنا الاسباب يعني الحقيقيه. مفروض انا اشوف ابو خالد جهزون لعليك يا شباب. انا اشوف انه المساله مساله نادي السويق والكابتن علي الخمشي، كل الاحترام لنادي السويق، كل الاحترام للكابتن علي الخمشي، ولكن اعتقد الموضوع كان ارتجالي. ارتجالي ايش؟ يعني بالنسبه للكابتن علي، بالنسبه للكابتن علي اتخاذ القرار بانه يكون في نادي السويق، وايضا بالنسبه لنادي السويق ماذا يريد من الكابتن علي الخمشي في نادي السويق؟ هل هو يريد مدرب يعني يستمر مع الفريق؟ لانه الفريق يعني مش بحاجه الى مزيد من التوتر، مزيد من عدم الاستقرار. بس هذا واضح كابتن، لا يعني 5 مباريات هو لو كان محط او لو كان مؤقت كان مباراه مباراتين،
لكن خمس مباريات لا هو يعني اقول لك انا ليش قلت ان الموضوع ممكن يكون ارتجالي في اتخاذ القرار. نعم اتخاذ من هو الارتجالي؟ نادي السويق وايضا الكابتن علي بحكم يعني. انه ابن النادي ويريد انه يعمل شيء لناديه وانه يكون مساهم بشكل او باخر في انه يعزز من نتائج الفريق وايضا يصحح من الامور اللي كان عليها نادي السويق في الجولات الاولى من ناحيه النتائج من ناحيه العامل النفسي والمعنوي ما عندنا شك في هذا الجانب لانه هو قادم نادي السويق للعمل. تعتقد يعني انه غلط للعمل؟ لا هو انا ليش قلت لك يعني ارتجالي لانه طلب اعفائه او قدم استقالته في هذا التوقيت بالذات مش في مصلحه نادي السويق. طيب كابتن علي الخمش موجود على الهاتف معي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير اخوي ابو خالد، اصبح عليك انت وحياك الله. حياك الله. يعني انا اتذكر في لما مسكت الفريق كنت معنا ايضا عبر الهاتف وذكرت انك مستعد وجاهز وامورك طيبه وتشكر يعني اصحاب السمو على ثقتهم فيك هناك في نادي السويق، لكن استغربنا من طلب الاستغناء الان اللي حصل بالنسبه لك يا كابتن. ايش اللي حصل بالضبط؟ انا لا ازال اشكر اصحاب السمو على الثقه الكبيره اللي اولوني اياها، ولا ازال اثق في قدراتي ايضا. انا لما طلعت من او اعتذرت عن تدريب النادي ليس هو انسحاب من المهمه بقدر ما هو في مصلحه الفريق. انا ضحيت بنفسي حقيقه على اساس ان انا اعطي دفعه للاعبين، اعمل صدمه للفريق، لان الفريق محتاج لعمل كبير، والناس القريبين من الفريق شاهدوا العمل اللي قمنا فيه سواء من الجانب النفسي او الجانب التكتيكي او حتى الجانب خلينا نقول البدني، لان الفريق حقيقه يعاني من عده مشاكل وليست مشكله وحيده. يعني هل الكابتن علي ما قدر يتعامل مع كل هذه المشاكل؟ صارت اصعب؟ لا 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 بس كابتن خميس لما نتكلم خلني اكمل لين اخر نقطه وبعدين ممكن تتداخلوا معي. طيب. الفريق كان يعاني من عده اشياء، الفريق نفسيا كلاعبين كمستوى لاعبين نعم منهم على مستوى عالي، على لاعبي المنتخب، وتقريبا 80 او 70% من اللاعبين اللي انا تعاملت معهم كانوا معي حتى في المراحل السنيه، وبعضهم كانوا معي تقريبا 13 لاعب كانوا معي حتى في الفريق العسكري. فمعظم اللاعبين ما عدا المسلمي والشيبه يمكن وانور اللي والخميسي، اربعه لاعبين والمحترفين اللي انا ما تعاملت معهم، فشيء طبيعي انهم يعرفوني يعني. هذا جانب. الجانب الآخر أنا أتوقع أنه الإدارة ما قصرت في برنامج الإعداد للفريق، ولكن الفريق لم يكن إعداده بالطريقة الجيدة لدخول الدوري. أولا لأن اللاعبين أصلا ما تواجدوا مع بعض، اللاعبين ما أدوا حتى مباراة ودية كفريق مكتمل قبل الدوري. هذا جانب. الجانب الآخر لما أطلع على الخمشي طلع لأسباب كثيرة، من ضمنها سبب النتائج اللي هي ما على مستوى الطموح. الجهد اللي يبذله سيد صاحب السمو السيد فارس حقيقه، الرعايه بالفريق، المجهودات اللي يبذلها يمكن يواصل الليل بالنهار هو والمسيرين معه لتحقيق انجاز وتحقيق بطوله. لما اجي انا امسك الفريق، وانا مسكت الفريق وحاولت، كانت مهمتي ان بشكل مؤقت على اساس ان انا اعيد الفريق للطريق الصحيح، وجدت الفريق انه بدنيا يعاني. يعني يمكن بعد مباراة ظفار عملنا مقياس حصلنا اللاعبين تقريبا من 65% معدلهم البدني ويحتاجوا لجانب في الجانب البدني. لما نجي على مستوى المباريات والضغط الدوري ايضا ما خدمنا في عمليه ايجاد منظومه للفريق من قبل. يفترض يمكن الكابتن محمد يعرف ان فتره الاعداد المدرب يضع فتره منظومه للفريق، استراتيجيه معينه يقف عليها الفريق حتى لو غاب فلان او فلان. يوجد من يغطي هذه المساحات، لكن للاسف ان فتره الاعداد لما جيت وجدت الفريق انه حتى المنظومه غير موجوده، فحاولنا نضع منظومه للفريق سواء تنظيميه داخل الملعب او حتى بالجانب اللي خارج الملعب. الفريق ايضا انا اتوقع انه خلال المباريات الماضيه ما كانت نتائجه سيئه، بالعكس، ولكن ليست على مستوى الطموح، وطالما النتائج ليست على مستوى الطموح هذا اللي خلاني اخرج من الفريق على اساس ان انا اعمل صدمه للفريق واضحي بنفسي على اساس ان عامل الفريق يحتاج الناس، الجمهور ما عنده صبر، يصبر لمتى يعني؟ يمكن خمس مباريات الحين، انا تعادلت خسرت المباراه الاولى بعد يمكن يوم ونص فقط، بعدها لعبت مع ظفار المتصدر، الفريق اللي انت يمكن ذكرت
قبل قليل من يوقف ظفار. احنا لعبنا مع ظفار، وظفار ايضا اللي عمل معسكر خارجي ومجموعه لاعبين، لما رجع لعب مباراتين في الدوري ما كان بالمستوى المعسكر ومستوى اللي هو واضح عليه ظفار. يمكن انطلاقه ظفار بدت مع السويد. ولو نرجع بس للشريط شويه، تلقى لاعبين ظفار اللي كانوا في المنتخب واللي كانوا موجودين ما كانوا موجودين حتى في المباراتين الاوليات اللي لعبهم ظفار. لذلك مستوى ظفار استغل الاسبوعين اللي بدا فيهم الدوري واعد اللاعبين بدنيا اللي كانوا في المنتخب واللي كانوا شو اسمه واضافهم للمجموعه الموجوده معه. طيب يعني بالنسبه للسويق، بالنسبه للسويق فتره التواجد او توقف الدوري ما تخدمنا، لانه تقريبا 13 لاعب غير موجودين مع الفريق، من ضمنهم 6 في الفريق الاول المنتخب الاول، وعندك 4 لاعبين في الفريق العسكري، وعندك 3 لاعبين ايضا في المنتخب الاولمبي. ففتره الاعداد هذا اللاعبين غير موجودين اصلا. الجانب الثاني، الجانب الالفه بين اللاعبين غير موجوده، لان اللاعبين ما يلتقوا الا في المعسكرات اللي كانت خلال المباريات. الجانب ايضا اللي ما شعفنا هو الجانب الاعداد. انت لما تيجي تعد فريق لمباراه، يمكن الكمن استعين بالكابتن محمد لانه ايضا يفهم في الجوانب الفنيه، وكلكم مدربين وكلكم لاعبين مريتوا على هذا. يعني كل المشكله في الاعداد؟ لا لا، ما مو فتره الاعداد. لما تعد فريق لمباراه يفترض انك تعالج سلبيات المباراه الماضيه وتجهز الفريق للمباراه القادمه، التكتيك المناسب للخصم المناسب، عمليه المفاتيح اللعب، اغلاق مفاتيح اللعب على الفريق المناسب. ولكن لما تجي خلال يومين قبل المباراه، يومين قبل المباراه، ف يعني بس هذا على كل الفرق يا كابتن، على كل الفرق مش على السويق. اتفق معك انه مع كل، لكن لما يجي مدرب عد الفريق ومشى مع الفريق يختلف بين يتمسك في نصف الموسم او تمسك بعد 3 مباريات والفريق يعاني وفي انا ذكرت لك ان قلت لك النتائج ما سيئه ولكن ليست على مستوى الطموح. لذلك انا انسحبت، لانه يمكن يجي احد وتكون النتائج افضل للسويق وللنتائج اللي هي تخدم الجمهور وتخدم الناس المزينين. طيب يمكن يجي احد والنتائج ما تكون جيده، هذا يمكن في مدرب يتوفق مع فريق يتوفق وفي، لا اقصد يعني انت تترك لمصلحه النادي لا مثل ما ذكرت، لكن يمكن انا اكيد مليون في المية، لكن يمكن يجي مدرب يعني ما تمشي مع يمكن معك انت كان افضل. انا بالعكس حقيقه العمل مع اللاعبين كان من افضل ما يكون، والمسيرين والقريبين من النادي، لدرجه ان حتى المسيرين حاولوا اثنائي عن هذه الاعتذار، عن هذا الاعتذار. ولكن انا اصريت على انه قبل مباراه الرصداق اعلنت لنائب الرئيس وقلت له اذا كانت النتيجه ايجابيه وكانت زينه انا راح استمر، اما اذا كانت النتيجه غير ذلك، وطبعا التعادل بطعم الخساره بالنسبه للسويق، قلت له خلاص انا اعتبرني كاني قدمت استقالتي او كاني اعتذرت عن الفريق. وفعلا بعد المباراه انا اعتذرت للاداره لان النتيجه ما كانت على مستوى الطموح، لكن انا متاكد بعد العمل اللي قمنا فيه، بعد الاشياء اللي عملناها خلال الفريق في الفتره الماضيه خلال 5 مباريات هذه، ان الفريق راح يعود لسكه الانتصارات وبيبدا من مباراه الغد ان شاء الله تعالى. انا متاكد من الشيء، مستوى الفريق في تصاعد مستمر. لكن طيب يعني ما كان انت يا كابتن يعني انت نعم انت مدرب وخبرتك ما شاء الله يعني وتمسك فريق مثل السويق، هذا شيء جميل جدا، لكن ترى يعني ما لازم تفوز كل المباريات ايضا، ولازم في توقعات انه كذا يعني اذا ما فزت بتركهم وكذا، ما يصير ايضا الكلام. لا، هنا السؤال اذا كانت جميع العوامل متوفره لي انا كشخص او كمدرب ان انا اقول والله انا استمر ولا ما انا استمر، في عوامل كثيره وجزئيات بسيطه كانت ما موجوده وانا اخترت. طيب يعني الى كم نسبه اللي توفر لك كابتن الان؟ كم النسبه مثلا؟ بالنسبه لي انا؟ لا، بالنسبه لي انا حصلت الدعم الكافي لتحقيق النتائج، لكن ربك سبحانه وتعالى ما وفق. ممكن انت تعمل، شوف هذا المقياس اللي دائما نسير عليه، مقياس النتائج، لكن المدرب من وجهه نظري المدرب يقاس بالعمل اللي يقوم فيه، العمل الميداني. طيب وين المشكله كابتن الان يعني؟ وين الان؟ انت تركت الفريق مثل ما ذكرت يعني
لمصلحة الفريق. طيب وين المشكلة اللي ممكن يعني تقول أن السياق عند المشكلة بغير الأعداد وما أعداد؟ هل في مشكلة إدارية؟ هل في مشكلة في اللاعبين؟ هل في مشكلة في جوانب أخرى مثلا ما حد يعني أنا ذكرت لك في جزئيات بسيطة وأنا وضحتها للإخوان المعنيين وهم المسيرين وهم أدرى بهالشيء وأنا متأكد أنهم مع الوقت قادم الوقت راح يتم معالجة. لكن أنت على ثقة أنت على ثقة بقرارك أنه كان هو القرار الأنسب أنك تترك يعني وفي الوقت المناسب أيضا طيب سيف متى؟ يعني سيف سلطان بس على السريع. صباح الخير يا كابتن علي. يا ربيك أخي العزيز. الله يعطيك العافية. بس يا كابتن أنت ذكرت حتى في يعني أنت مع إقالة المدربين أو استقالة المدربين في الظروف الراهنة يعني أنت مشجع يعني شجعت من خلال قرارك انك تبتعد عن نادي السويد انت مع قرار اقاله المدربين او استقاله المدربين من الفرق في 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 هذه الوضعيه في هذا ضغط المباريات انت كمدرب. نعم. الان نعم. كابتن علي الخمشي ما موجود في نادي السويد اليوم. كابتن علي زميل معانا في القناه الرياضيه وهو يعني يعرف بانه اقاله المدربين وعدم استقرار المدربين هذا ياثر على الفريق. اتفق معك مؤمن في هذا الجانب. اتمنى الكابتن علي المساحه مشان اجاوب على هذه النقطه. كابتن علي انت ذكرت المساحات كثير. كابتن علي انت ذكرت انه يعني من خلال كلامك انت تلوم اداره النادي من خلال كلامك. لا على حسب ما فهمت بانه اعداد الفريق لم يكن بالاعداد الجيد. اللاعبين لم يتواجدوا بشكل منضبط في التمارين بدنياً. وبدنيا يعني الفريق بحاجه الى عمل بدني كبير جدا. وذكرت من خلال ايضا في الصحافة أيضا ذكرت بأنه يعني لم تتوفر العوامل أو الأشياء اللي للنجاح للاستمرار. لا أنا ذكرت عوامل النجاح لم تكن موجودة أنا وهي عوامل عدم استمراري هي عدم التوفق في تحقيق نتائج على مستوى طموح الجماهير. هذا الكلام اللي أنا قلته في الصحافة وأقوله وعيده الحين وكرره أني أنا خروجي من النادي كان لأني ما حققت النتائج اللي تطمح إليها الجماهير لا أكثر ولا أقل. هذا السبب الرئيسي. أما الأسباب الأخرى اللي ذكرتها هذه أسباب أنا اشتغلت عليها وحاولت قدر الإمكان تطويرها وهذه واضحة حتى من مستوى نتائج الفريق. يعني احنا تعادلنا مع الرستاق. الرستاق ليس فريق سيء على فكرة. تقدم طبعا. على ظفار وتقدم على النصر وتقدم على فرق كبيرة. يمكن هو يعاني من مسألة الدقائق الأخيرة اللي في مباراتنا عرف كيف يتعامل معها باسقاط اللاعبين يعني. طيب كابتن علي تسمح. نعم. لي يعني لكن انا اريد ارجع على سيف سلطان يعني في النقطه هذه على عمليه تشجيع المدربين. هذه ما تشجيع للمدربين لكن انا راح اسالكم سؤال. هل احنا وانا اتمنى انه الاتحاد ايضا الجديد ما احملهم مسؤوليه ولا الاتحاد السابق لكن اتمنى من المسيرين المسابقه ننظر. انا بسال سؤال واريد اجابه منه. هذا السؤال هل احنا نبحث عن الارتقاء بالمستوى الفني للدوري او ان احنا نبحث عن استهلاك الوقت ونخلص الدوري باسرع ما يمكن؟ هذا السؤال. اذا احنا حاليا هذا السؤال يوجه للانديه. انا جاي لك على مستوى الانديه لان الانديه هي اللي وافقت على الجدول. الدوري الانجليزي بدا في تاريخ 13/8 وحاليا الى الان بدوا قبلنا بشهر وشيء والى الان هم في الجوله التاسعه واحنا في الجوله السابعه وبعدين بعدهم بشهر وشيء. هذا الجانب الاخر. هل المدرب احنا كلنا نثير احنا نتكلم ونقول في الصحافه وفي الاعلام وفي كل مكان والله اقاله المدربين والله ظاهره سيئه والله ترى احنا نشجع على هذا الشيء لان المدرب لما يجي انت خمس ايام قبل من يشجع يا كابتن علي من يشجع؟ لاحظ الضغط الجدول واللي صاير يعني الوضع اللي صاير من يشجع؟ لو سمحت خلنا اكمل بس انا بخبط من يشجع. اذا كل مدرب بين مباراه ومباراه عنده يومين هذا المدرب راح يشتغل على اخطاء المباراه السابقه ولا راح يشتغل على تطوير اللاعب ولا راح يشتغل على الفريق المنافس؟ يا كابتن علي كابتن انت تحلل الدوري وكنت موجود معنا قبل ما تكون في الفريق الان. اتفق ترى هذا الجدول لا تلوم الاتحاد او الرابطه لوم الانديه. انت بتقول ان 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 الانديه. طيب الانديه من يمثلها في الاتحاد؟ هل جاي من جانب فني؟ هل احنا نرتقي بمستوى الانديه؟ طبعا احنا نتفق معاك ان هذا كله ضد الفريق للاسف. مخرجات الدوري نقول والله المنتخب ضعيف والتصنيف ما ادري ايش والتصنيف كذا. هذه مخرجات الدوري. اللاعب مستهلك في العسكريه مستهلك في دور المؤسسات مستهلك في دور الدوائر الحكوميه واللاعب ما مفرغ. اذا كان على مستوى الانديه العالميه ما يلعب احنا خلال 17 يوم من تاريخ 14/10 الى 31/10 اللاعب يلعب سبع مباريات اقسمها سبع
مباريات على 17 يوم يعني 2.4 يعني يومين وممكن 4 ساعات فقط من لاعب، هذا حرام. اللاعب ما مفرغ، اللاعب يطلع من الدوام الساعة 3 يطلع من بيته الساعة 5 الفجر. هذا كله يعني هذا كل هذه الأشياء احنا نعرف. كابتن علي شكرا لك على وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق طبعا كالمعتاد، يعني مكانك موجود هنا يعني. تشريف الله يخليك، ومثل ما قلت لك أنا خروجي من النادي لمصلحة الفريق. أنا أعرف إن اللاعبين قدموا كل اللي قدروا عليه، لكن اللاعبين تحت ضغط عصبي وضغط نفسي، لأن الكل مسلط على الأضواء، مسلطة سواء من الجمهور من الناس من كلنا نحاول نساعد هذا الفريق، لأن الفريق واللاعبين قادرين إنهم يعودوا وراح يرجعوا، أنا متأكد 100%. وخروجي ما كان انسحاب من المجموعة، بالعكس أنا مشيت مع المجموعة ووضعتهم على الطريق الصحيح، وهم يعرفوا، الناس القريبين يعرفوا، والفريق إن شاء الله تعالى راح يبدأ بنتائج إيجابية. لكن أنا خرجت لأنه النتائج ما كانت على مستوى الطموح، وما أضمن قادم الأيام أنها تكون نتائج على مستوى الطموح، لأنه استمر المسار النتائج بعكس ذلك تكون الأمور بالتوفيق. طيبة. شكرا لك في الوقت كابتن. المناسب أنا حاولت قدر الإمكان أن أقدم كل اللي أقدر عليه. شكرا لك. شكرا لك كابتن علي الخنبشي مدرب نادي السويق السابق وزميلنا طبعا في التحليل الفني في الاستوديو على المباريات. أنت إيش تبي تقول؟ والله انا ابغى اعلق على يفترض ان نائب رئيس النادي يكون معنا بعد شوي. نعم، اولا نشوف تحيه للكابتن علي، وانا اعتقد انه القرار لما اتخذه كان صعب جدا. ما ممكن انا اعترف النهايه، نعم ما ممكن نسال مدرب من داخل المنظومه هو ابن النادي واشتغل في ظروف، انا اعتقد انه ظروف صعبه. لما استلم الفريق كان صفر من النقاط، اليوم الفريق 6 نقاط في 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 ظروف صعبه. ما ممكن انه اليوم الكابتن علي بيجي وبيتكلم عن الاسباب الحقيقيه اللي دفعته لانه يترك الفريق، لكن الواضح انه الكابتن علي ما وجد جو ايجابي داخل الفريق. هذا تحليلك انت. انا اعتقد انه هذا التحليل، لانه الرجل ذكر الكلام اللي عنده. نعم نعم، هو أوكي. هو من ضمن الكلام قال انه يعني ظروف الفريق او الجو داخل الفريق، لاعبين ما بينهم الفه، بس هو فترة الإعداء ما كانت شرحها الألفة أنه ما يلتقوا كثير. نعم، 13 لاعب ما كانوا موجودين في الفريق. أنا أظن، ونرجع نسأل السؤال مرة ثانية، إيش سبب استقالة خيري؟ معروف الضغط الجماهير. إيه؟ ونفس أعتقد الاسباب اللي دعت علي الخنبشي لأنه يعتذر عن تكملة مع الفريق هو أيضا ضغط جماهيري. اليوم الجماهير في السويق تريد نتائج، وتريد نتائج بأي طريقة، ولا يمكن ان اليوم في الظروف اللي موجوده فيها موجود فيها الفريق، مرحله اعداد ليست مثاليه بسبب عدم تواجد مجموعه من اللاعبين، لاعبين اجانب لا يخلقوا الاضافه، كثير من الحديث، المنظومه اللي هو تكلم عنها، انا كيف اوجد يعني فريق في مرحله. لكن انت عموما انت معنا كابتن ترك ولا معه؟ معاه طبعا، انه اختار القرار الصحيح بالنسبه له. انا اعتقد انه اختار القرار الصحيح، وانا احييه على هذا القرار لعده اسباب. انت لما تدخل الى مكان او تدخل الى طريق وما تعرف وين النهايه اللي انت بتوصل فيها مع الفريق او مع او هذا العمل، وبنظرتك انت الفنيه ايضا تجد انه المخرج بالنسبه لك ما واضح، وهناك ضغوطات تاثر عليك وتاثر على الفريق، انا اعتقد انه العمل مش ايجابي. اليوم انا ما اريد اتكلم عن اشياء اللي شاهدناها، لكن مش صح انه اليوم الفريق في هذا الوضع كل حد يجتمع بالفريق، هذا وضع غير صحيح. طيب رئيس النادي، نائب رئيس النادي الاخ قاسم مجينا ايضا معنا عبر الهاتف. صباح الخير اخ قاسم. اسعد الله صباحك استاذ العزيز، حياك الله. اهلا وسهلا. انتم معنا كابتن علي قدم هذا، والله يعني حاولتوا معه؟ والله حاول. هذا قرار اصدر الاخ العزيز الكابتن علي الخنبشي، وحاولنا يعني التعادلات او النتائج التي يعني صارت لنادينا ما نهاية المطاف، لكن هذا قرار في النهاية وأصر أيضا على القرار. طيب يعني الموضوع أنه ترك طبعا لمصلحة الفريق، وهذا نابع منه هو يعني قرار شخصي، بس هو كان يتكلم عن الإعداد كابتن علي وعن الألفة غير موجودة لأن اللاعبين ما يلتقوا كثير، وذكر بالصريح العبارة بدنيا يعاني. فانت نائب رئيس النادي الان، هل في مشكله اداريه؟ احنا سالت طبعا، هو الرجل ما جاوبني بالكلام الوضع. في مشكله فنيه في اللاعبين؟ ايش مشكلتكم السويق طيب يعني؟ الان هذا المدرب الثاني بانتظار مدرب ثالث قادم.
والله استاذ العزيز حبيت ان اوضح لك يعني من الناحيه البدنيه يعني مستوى الفريق واضح امام العيان امامكم كلكم يعني الفريق يؤدي مباريات جدا ممتازه يعني الفريق يعني لو تلاحظ من الناحيه البدنيه يعني يقدم عرض جدا ممتاز في 90 دقيقه يعني الحمد لله لو تلاحظ يمكن من الانديه المميزه يعني إيه بس كابتن علي قال ترى ما تشوف مثلا الشد العضلي اللي يظهر على باقي الفرق الموجودين في الساحه إيه بس هو يقول يعاني الفريق يعاني هو قال بصريح العباره ان الفريق يعاني بدنيا هو انا سمعت كل الحديث يعني قاله طيب. الكابتن علي الان فما انا ما اعرف المعاناه هو اللي يحددها بالضبط ايش لا يعني انت اختلفت معاه في بعض النقاط مثلا ولا ايش الان لا احنا ابدا احنا وفرنا لك يعني لا في كلام اقصد في كلام اللي سمعته لا يعني من الناحية الفنية أنا أقول يعني كان يعني أو حتى الآن أؤكد أن الفريق يعني بدنيا ما ناقص منه شيء يعني فريقنا يقدم مباريات جدا ممتازة يعني طيب وين المعضلة الآن قاسم يعني وين مشكلة السويق الآن في المدربين في اللاعبين وإيش اللي صاير؟ والله بالنسبة أنا يعني لو جينا نعالج هذه المسألة يعني تعرف اعتذار الكابتن عبد الرزاق خيري في ثاني مباراة بعد ما صارت المشادة بينه وبين الجماهير حاولنا أيضا نعدله عن 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 ما في باله لكن أصر إنه أنا اليوم الجماهير و و و فأنا أعتذر عن مواصلة أيضا التدريب عملنا مشكلة حقيقة يعني أنا من ناحية عملنا مشكلة في وأيضا في بداية المشوار ورجل يعني خدم الفريق سنتين على التوالي بس الفريق ترى يومها ما ثلاث خسائر ورا بعض كان لكن يعني مباراه عمان ممكن نقول انه كانت الاداء يعني نسبيا ما كان هذاك الامتياز لكن ايضا مباراه فنجل لكل مثقف رياضي وشاف المباراه الفريق ادى مباراه جدا ممتازه لا يعني انا اقصد ان تنايبري مباراه فنجل تم يعني تم الاعتذار من كابتن عبد الرزاق الان طيب يعني وين المشكله في السويق والله نشوف انا اقول لك يعني الاول مشكله اللي هي اللي حصلت انه اعتذار الكابتن عبد الرزاق خير يعني لو اتوقع انه واصل لمده ثلاث اربع مباريات يعني انت تختزل كل شيء في مغادره خيري نعم كل المشكله في مغادره خيري يعني هو اللي عمل دروب واحده بس فقط واحده من النقاط ايضا سوء التوفيق من الله سبحانه وتعالى هي اللي خلتنا الان في هذا الموقف ونعم بالله يعني يصل الى المرمى يعني يهجم يلعب يعني بمستوى جدا ممتاز لكن فقط التوفيق هو في النهايه من رب العالمين ونقول الحمد لله والله هو اللي شاف التعاقدات يمكن سيد السلطان حضر حفل نعم تشرفت صراحه بالاعلان عن التعاقدات يعني كان لكن هي الجميع كان متوقع ان السويق يكون يعني منافس قوي هذا الموسم لكن للاسف هو اليوم السويق في المركز 12 عنده ست نقاط في كلام وفي عتب جماهيري كثير عليكم وعلى الاداره وعلى اللجنه الفنيه اللي في ابو حمد وغيره بس ابو حمد طبعا قال ما لهم علاقه وين واصلين انا شفت امس ان في جمهور حضر التدريبات وعمل جو جميل من كل من يقول لك انه في عتب من الناحيه الجماهيريه يا استاذ العزيز يعني ما في عشق بعد جمهور افصار الباطنه لهذا الكيان ما هو طيب هذا العشاق اعطوهم يعني الدواء الجميل واعطوهم الشيء الجميل والله يعني هم شوف في كل مباراه الجمهور يزيد اكثر واكثر في كل مباراه معناه هذا انه يعني الفريق جالس يقدم تمام يعني ما الجمهور ما زعلان الجمهور اليوم جالس يقدم لوحات جدا جميله يعني ترى هم بيجوكم طبيعي انه يساندوا الفريق لكن هو زعلان في النهايه عتبان يعني بس هو وفي بيجي بيحضر والله انا 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 اقول هو فقط التوفيق وانا ما زلت متفائل بقصر الباطنه انا الان عبر قناتك العطره هذه انا اقول لك ايضا متفائل طيب يعني قصر الباطنه في الايام القادمه كاداره تتحملوا اي نسبه من اللي صاير باي اي 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 وضعيه الفريق أي الان اللي صاير بالضبط التعادلات مثلا او تقديم المستوى يعني بوضعيه الفريق في المركز 12 بعد سبع جولات عنده ست نقاط
هل الإدارة تتحمل نسبة معينة من الوضعية اللي صاير بالنسبة للفريق؟ شوف الآن على 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 حجم التعاقدات اللي تمت برئاسة سيدي صاحب اسمه السيد فارس، والفريق الآن واضح أمام العيان كلكم، أمامكم أمامكم أنتم كمحللين. دور الإدارة هنا لما استقطبت هذا العدد الكبير والعدد الأميز في الدوري العماني، هل هذا خلل إداري؟ لا، ما قصر طبعا في الموضوع هذا، ما نختلف عليه. إذا الإدارة هنا وفرت كل سبل أو كل طرق النجاح. طيب مشكلة معناته مشكلة في اللاعبين مثلا؟ والله أحياء يعني هذا 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 الشيء أيضا نحاول إحنا نعمل له أكثر من برنامج. وأنا يعني ربما يمكن أشارك الأخ علي في مسألة التجانس اللي هو أو الألفة اللي قال عنها، التواد الأخير اللي في للاعبين المحترفين اللي في القوات المسلحة واللي في المنتخب واللي في المنتخب أيضا الأولمبي صارت في الفترة الأخيرة. فعلا احنا عانينا من هذه النقطة، لكن ما أقول 100% يعني، لأنه هذا حال كل الأندية أيضا، مش نادي السويق حال كل الأندية يعني، في يعني أكثر من نادي عنده أيضا لاعبين في المنتخب والمنتخب العسكري، المنتخب الأول والمنتخب العسكري والمنتخب الأول. نتكلم عن قيد الأندية. طيب الآن مين اللي يمسك الفريق الآن؟ بكرة طبعا الفريق عنده مباراة، واليوم خلاص احنا صرنا اليوم بيمسك الفريق المساعد اللي كان عند الكابتن علي الخنبشي المجاهد، والقادم مغربي الجنسية. المدرب الثالث في مدرب إن شاء الله راح يكون في الأيام القليلة القادمة، وسوف إن شاء الله نعلن عنه، شخصية رياضية على مستوى، وبإذن الله في القريب العاجل راح يعني نعلن عنه. هل حكيم شاكر قادم للسويق بصراحة ولا تمتنع؟ والله ممكن يا أستاذ، ممكن. طيب أنا شاكر لك وجودك معنا أيضا. أنا شاكر تواصلكم، شاكر تواصلكم. نتمنى إن شاء الله عودة الأصفر إلى 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 المسار الصحيح وبجهود الجميع. مثل ما قلت لك أنا متفائل، أنا متفائل يعني. طيب قول لك كلمتين لل راح تكلل بالأكثر. كلمتين للجماهير اللي اعتبانا عليكم بس. الجماهير كانوا أمس عندنا في الملعب فما اعتبانين. العتب من محبة ترى، يعني يحبوكم بعد شو يسوون؟ لا الجماهير كانوا عندي في الملعب يعني لرسم لوحة ولا أروع، كانت مع اللاعبين ومع الجهاز الفني ومع الإدارة. وأنا دائما في كل لقاءاتي أنا أقول أنه هم اللاعب أو العنصر رقم واحد ورقم 12 أيضا في الملعب. يعني هذه ترى دورهم أيضا يكونوا مع كلمة شكر حقيقة يعني انا عاجز عن تقديمها. هذيلا تاج جماهير السويق، تاج مرصق بالماس، اقدم له كل تقديري واحترامي. يعني هم ترى يريدوا النتائج، الجمهور في النهايه يريد النتائج. مصبح حاش له علاقه بالقادم ولا الموضوع بالنسبه لك ما 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 يعني مش في البال؟ والله احنا نقول لك كل شيء جايز، لكن انا قلت لك القريب يعني. طيب على الاقل يعني مدرب من خارج البلد؟ طيب ان شاء الله راح يكون من خارج البلد عشان اريحك بس اليوم. لا بس لان انا عندي معلومه ان حكيم شاكر وعموما هو اسم كبير في النهايه يعني الفريق. والله يمكن حتى قبل ما تنهي برنامجك راح يكون عندك العلم اليوم. والله انا تليفوني عندك، والله سيف الجابري، والله من الشباب ننتظر. وفي كل الاحوال احنا يعني دائما احنا يعني لما نتحدث مع الانديه وعن اللي صاير يعني من الوضع، فيعني في محاوله ان نكون مع بعض، لان وجود السويق وجود الانديه الاخرى في المنافسه تعطي الدوري يعني شكل جميل، وبالتالي اللي عندهم الالقاب اللي عندهم الانجازات ما موقعهم انه يكونوا في المركز 12، فنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. احنا اكثر المتاثرين، لكن ان شاء الله نعمل خير بإذن الله. قاسم المجيني نائب رئيس نادي السويق، شكرا جزيلا. شكرا. حياك الله. وناصر انت تبغى تقول شيء ولا اشوف ابو محمد يعني؟ لا بس انا بس عندي مداخله بحكم يمكن قربي من الفريق في فتره ما. علي ذكر جزء العامل البدني. الجزء هذا اللي ذكره لما مسك الفريق كان مش بسبب علي ولا بسبب حتى خيري اصلا.
الفريق كان حدود 15 يعني كان في انا حضرت اكثر من تمرين 7 لاعبين اللي كانوا منهم يعني. 8 في المنتخب الاول و6 في المنتخب الاولمبي و3 في المنتخب العسكري. فما كان قياس الجانب البدني يعني الفتره اللي اغلب فترات الوقت كانوا موجودين في المنتخبات الوطنيه ففي مشكله اصلا. ذكر لك الكابتن علي بس محمد ذكر لك الكابتن علي بانه اعداد ما ذكر خلينا اشرح لك فتره التوقف خلينا اقول لك حتى الظفار عندهم 11 ما ادري كم معليش ترى انا اقول لك الحين انا ما اقول لك ان هذا سبب بس انا اقول لك العامل البدني ما سببه حتى خير اصلا اللاعبين ذيلا ما كانوا موجودين معاه طول فتره بدا الفريق اعداده من 1/8 اغلب اللاعبين ما كانوا موجودين الا في فتره قصيره كلها تتجاوز 4-6-7 ايام ما زي ما موجودين ابو حمد يعني مش عامل بدني ما مشكلتهم مشكلتهم عامل بدني في المنتخبات الوطنيه مش مشكلتهم في لا احنا ما نتكلم عن المنتخبات الوطنيه انا اكلمك كده انا اكلمك الحين نادي السويق يعني اللاعبين يعني ما كانوا موجودين مثل ما كانوا موجودين يعني قياس العامل البدني ما تعرفه لان اصلا من 1/8 بدل الفريق ما موجودين يا يعني والله بس هذا اللي يروح المنتخب الفكره واضحه ابو حمد يعني انا بدل الفريق 1/8 اوكي اللاعبين ذيلا ما موجودين حتى بالنسبه لخيري قياس العامل البدني ما كان واضح بالنسبه لي لانه كانوا في منتخبات ايه بس يفترض انه يروح المنتخبات يكون بدنيا ما زينين بدنيا انا بس انا متى اقيس اللاعبين بدنيا انا اقيس اللاعبين بدنيا بعد 6 اسابيع من بدايه الاعداد هذا اللي اقوله ما هو عمل بالاعداد ايوه من الاعداد ما ممكن ان انا في بدايه الاعداد اقيس وكانوا ما موجودين محمد لا مش شيء طبيعي يعني بكل الانديه يعني حتى ظفاره اللاعبين كانوا ما لهم لكن هو حتى ايضا الكابتن علي هو ترى ما يتكلم عن عمليه اعداد بدني بس اعداد فني بشكل عام نعم اليوم المجموعه ما موجوده كيف انا اعمل شوف اليوم حمزه الجمل لما جاء لاعبين المنتخب ما دخلهم مع المجموعه هذا اللي بغيت اقول لك اياه لعب بالمجموعه جاب العناصر اللي جاهزه بدنيا اللي اشتغلت معاه مش بدنيا حتى تكتيكيا أيوه. الاسلوب اللي لعب فيه يعني مثلا متى بدا يدخل عبد السلام مثلا هذا اللي حصل السويق في الاعداد مش فاز على العين وعلى الشعب صحيح. هناك بالمجموعه اللي كانت تشتغل مع المدرب لما تجي المجموعه الجديده اللي ما اشتغلت مع المدربين كيف بيتم دمج هذه المجموعه مع المجموعه السابقه وهنا المشكله الخطا اللي صار يمكن عند خيري حب يدخل بكل النجوم في اول مباراه وشاهدنا الفريق كيف كان اداؤه مهزوز فلذلك مشكله الاعداد هذه مشكله كبيره تاثر على الفريق طوال الدوري بس معلش يعني محمد علاجها بطيء جدا حاله السويق محمد بس انا معلش عشان الوقت ظفار والسويق حالتين شبيه يعني باكثر من 15 لاعب من الفريقين المنتخب الاول ظفار يمكن 17 تقريبا يعني بعدين زاد العدد تخفض عدد السويق لكن هذا العدد الكبير اللي موجود في الفريقين تعالج بشكل ايجابي بالنسبه للمعسكر الخارجي اللي فاد ظفار زين بالنسبه للسويق حتى لما دخل الدوري دخل بطريقه مختلفه بالضبط هذا مختلف ومثل ما ذكرت انت بدايه اول مباراتين 3 ظفار اصلا حتى الرتم ماله خذ وقت شوي طبعا لحد ما يصعد واللاعبين اللي هم عبد السلام ما كان اساسي صحيح ليش رجع عبد السلام الحين كان في مشكله بدنيه حتى بوجودهم في المنتخبات علي حتى ما بدوا مع الفريق علي سالم نفس الكلام المشكله ايضا انه ضغط الدوري يعمل لك مشكله ثانيه إضافة إلى الإعداد سوء الإعداد يعمل لك مشكلة الحمل البدني على اللاعبين لأنك أنت أيضا ما عندك ظروف استشفاء صحيحة في الأندية فبالتالي هذا ما يحل المشكلة هذا يزيد المشكلة أكثر الشيء الثاني أنك أنت تعرف أصلا إذا كان يعني خاصة إذا أنت شايف الفريق يعني شايف الفريق وتعرف أنه أساسا إذا كان إعداده يعني إعداد مش جيد فأنت صح. تعرف خلاص أنت جاي وعندك خلفية أنه الفريق إعداده مش جيد يعني هو صحيح. حاول لكن الرجل شاف الأدوات يعني مش كاملة احترامنا للكابتن علي هو حاول صحيح ولا يعني الانتدابات اللي قام هو ما اختارها بالنهاية أقل كل أشاد في الانتدابات ولكن هي ما كفاية أن أنا أجيب لاعبين وبعد ذلك ما حصلت النتائج يعني هذا الانتدابات شاهدناها في فرق سابقة ما نجحت لكن ما نجحوا هناك في أسباب والسويق اليوم يعني ايضا ما تعامل بشكل ايجابي مع هذه الانتدابات وكيف يستفيد منها من ناحيه الاعداد من ناحيه التوليفه من ناحيه التشكيل من ناحيه الاستقرار امور كثيره يعني انا دائما وبكرر الان انا ما يعني مش دائما في كل موسم اجيب لي افضل اللعيبه بمئات الالاف وهذا اللعيبه ما اقدر اني اعمل لهم نظام معين في كيفيه انه التمارين في كيفيه الحضور في كيفيه المستويات اللي قدمها ما موجودين اي تمرين من 1/8 اول يوم تمرين ما موجودين لاعبين معاك هذه ما مشكلتك انت يا هذه مشكله منتخباتك ما موجودين ما اذا ما موجودين وين يعني المنتخب العسكري ما موجود انا ما كلمك الحين كدفاع اليوم يا ابو حمد اليوم شوف تتعامل بموقف جزئي ما ممكن انت تقيس في مشكله ذكرها الكابتن علي لا لا ذكرها لا مشكله الاعداد وهو كان اقرب واحد حتى كابتن الخيري يا اخي حضروا معاه 7 ما ممكن ليش يحضروا 7 هذا الوضع كيف لا تشوف قناه حضر لي 7 يعني شو تسوي
اللاعبين وين اللاعبين اذا لاعبين اقول لك الواحد ثواني موجودين في المنتخب اذا لاعبين المنتخب انا يعني اذا لاعبين المنتخب ما موجودين أيوه. اليوم انا نادي عندي استحقاقات لاعبين المنتخب 13 لاعب ما موجودين كان من الاول ولا العسكري ولا اي حتى المراحل السنيه ما موجودين ما في غيرهم كيف غيرهم يعني ما في من الاولمبي توقع عقود عشان بعدين ما في علينا وتكتس لاعبين يجب اني انا ايضا ما ينطبق على حال الظفار الظفار نجح بامتياز في معالجه الموقف كيف نجح بامتياز كيف عمل معسكر خارجي زي؟ وعمل تعاقدات إضافية يمكن عنده رأس مال عالي يا أخي لا هو يعمل معسكر هو فقط يجيب أنت ذكرت معلش السويق عنده أنا قريب من الموقف الحضور عنده أنا 26 ما عنده 26 لاعب أنا ما أتكلم عن معسكر غير اللاعبين اللي موجودين في السويق في ظفار كلهم كيف يعني لا كيف يجيب يعني يروح يجيب 35 لاعب أنا أتكلم الآن رحل ترى لاعبين أنا أتكلم ليش قصدك بيرحل يعني من راح اللاعبين الأولمبي الستة اللي كانوا موجودين نعم. لحد ما رجعوا التحقوا في الفريق في آخر الأيام وقع عقودهم دخلهم في الفريق يعني لكن كفريق ما اجتمع كمجموعة هذه حقيقة حتى طيب عموما إن ما مش عشان أنا أقول لك إذا واحد بيجيب الأعذار كثير من الأعذار لا لكن هناك في أول شيء رئيس نادي نحترم ان الكلام اللي ذكره طبعا من هو قاسم لا عشان ما يقول هو الاعذار احنا الاعذار لا ما في اعذار انا كان جانب المرتبط باللاعبين والاعذار يا والله وصلنا على اخر ربع ساعه محمد عادل شكرا لك جيت متاخر اليوم وين بروح يا شباب احنا عندنا 7 مباريات طبعا 7 مباريات ما ممكن نتكلم عليه فتحنا كل الحلقه على 7 مباريات بعدنا ما بنخلص لكن بناخذ مجموعه اسئله وتغريدات وبندخل شوي على المواجهات السبع هذه اللي كلها في يوم واحده بعد طيب اعطونا يلا هذا سؤال علي اي عاصم العلي يقول سؤالي لاعضاء الدكه هل ضعف الجدول او ضغط الجدول والمباريات يؤثر طبعا احنا تكلمنا عن هذا لا جدال فيه نشوف السؤال الاخر علي الحضري سؤالي لاعضاء الدكه هل المستوى الفني لدورين هذا الموسم افضل من المواسم من الموسم الماضي افضل من هل كذا تغيير المدرب من عدم ثبات المستوى افضل من المستوى افضل اعتقد افضل يعني 7 جولات كانت افضل تغيير المدربين بسبب ثبات المستوى او عدم ثبات المستوى نعم اكيد ويمكن المدرب يعني معذور ممكن ما معذور طيب في سؤال اخر اصبح الجميع ولاحظ بخصوص هل تتفق فيما يقال ان 60% اهداف دورينا اخطاء حراس وهل من معالجه لمستقبل الحراس لا ما اعتقد الملة هذا 60% اخطاء حراس بعد ترى خطا الحارس بهدف 20-30% لكن محمد المقبالي العاصمي وش رايك مدرب صحار؟ ممتاز لا يستحق ان يكون مدرب اي جوله سابقه انا اعتقد انه عطفا على ان مباراته مع فنجل خرجت بالتعادل وهناك مدربين اثنين فازوا في الجول فانا اعتقد انه الجمل كان يستحق مباراه يكون خساره يغير نتيجه الفريق ما تاثر رغم الغيابات منال التوفيق طبعا هو شوف مراد يشتغل مع مجموعه ربما احنا اتفقنا على انه مش هو نجوم. طبعا مش نجوم نعم حمود العامري مع ناصر ضعف في نادي الصحراء اللي يبغي يستغلها الشباب لنقاط نقاط المباراه عشان مباراه بكره ذكره في نقاط ضعف في نادي الصحراء نعم اللي هي وسط الملعب وسط الملعب نعم طيب اعطونا التغريدات يلا شباب يلا يا محسن محمد البلوشي يقول بحمد الله وتوفيقه تم اليوم تشييع مجلس جماهير نادي الشباب بحضور الفاضل حمد البلوشي رئيس النادي وندعو الجماهير غدا للحضور بالتوفيق ان شاء الله مبروكين التدشين المجلس علي الحضري كل التوفيق للزعيم في مباراته مع رستاق باذن الله يحقق الفوز ويستمر في الصداره جمهور الزعيم عليه يحضر بكل قوه لدعم الفريق بعد الجمهور ما عنده عذر الفريق متصدر ومقدم مستويات طيبه جراح السعدي سؤالي سيف جابر هل تتوقع سويق قادر على العوده للمنافسه باقل تقدير المراتب المتقدمه او راح يكون فقط في المنطقه الدافئه؟ انا يعني اعتقد ان السويق قادر على العوده لكن المنافسه ما اقدر اتكلم عنها لان الوضع صعب اصبح شويه. شكرا ابو حمد، طيب نشوف تغريده اخرى لحسين البلوكي يقول هذا قائد للرابطه اعتقد صحار بالجماهير يصنع تاريخ للكره العمانيه امام رئيس الفيفا من خلال تيفو وابداعات المدرجات بانتظار تيفو شباب من صحار بكره ان شاء الله ويكون الجمهور حاضر فعلا رئيس الاتحاد الدولي بيحضر المباراه حسب ما اعلن الحساب الرسمي للاتحاد هو دائما جمهور صحار جمهور صحار ما عليهم خوف تبوك يقول السلام عليكم مسي عليكم بالخير موفق نادي ظفار نتمنى الاستمرار على نفس المنوال وعدم الاستهتار مع الفرق الضعيفه والعاشره غايه
هذا كلام مهم جدا طبعا، لازم يحسبوا كل فريق طبعا، هم يتعاملوا مع كل المباريات بنفس الاليه. سعيد يقول اتوقع ضغط المباريات الكبيره يضغط على اللاعبين والمدربين وهذا عامل سلبي يورق الجميع، وبكره العنابي سيكسب المباراه في ارض اللبان. والله اذا فاز سرستاق بعد نقول له مبروك يستاهل. مرفت نصر، ابارك عبركم عبر برنامجكم الراقي الاستاذ فيصل عبد الرحيم بلوشر رئيس مجلس جماهير نادي الشباب، بالتوفيق ان شاء الله لفيصل. وللشباب اللي عنده ابو فاطمه يؤلمنا غياب داوود وحاتم ويعقوب، لكن املنا بالحماس والجماهير، نحتار فريق الشباب المنظم ولكن سنلعب بالفوز، وتحياتي لكم كباتن. حياكم الله. مبارك الحمدان يقول ترقبوا جمهور صحار غدا بحله متفرده مع خالص الامنيات للتماسيح لتحقيق الانتصار رغم تاثير الغيابات المتعدده من داوود الى حاتم ويعقوب. اتمنى لهم السلامه. داوود ترى متزوج بعد، اعذر معه. احمد الراشدي دا منها صدمه للاعبين من المدرب على علي على المفروض لا يقول عنها في البرنامج. كيف يعني؟ يعني المفروض علي ما يقول ان انا خرجت على اساس اني عبد الله بنوش الشبلي كالعاده استقلت وهو مقال. انا اتعجب من هذا اللغز اللي ما حد فهم له من الموسمين. المهم شكل مدرب مسقط الخشاب جاي السويق واللعبه مستمره. انا منتظر قاسم الجيني يرسل لي، ها هو قال لي قبل البرنامج. حميد العبيداني اللجنه الفنيه بالسويق هي المسؤوله عن الفريق الاول وهذا شيء معروف عند الجمهور وانت احد اعضائها يا سيف الجابر، فلماذا هذا التناقض؟ ما تناقضوا ابو حمد شرح. انا رديت عليه السابق وما بنعيد ونكرر في الكلام، يعني كلام واضح وعلى مسؤوليتي طبعا. طيب بنروح عاد الناس اللي ما تفهم تفهم واللي ما تريد تفهم بعد شو انت قلت اللي عندك. ايوه حميد ما دائما نقيس جاهزية الفريق بموضوع الاعداد، لكن عقلية المدرب بكثرة المباريات هي اللي تقيد اللاعب والفريق بشكل عام خصوصا بدنيا. حميد العبيداني. محمود الفزاري بعض الاحيان العصامي ما شاء الله يكون العاصمي طبعا يكون منطقي بخصوص خيري وعلي الخنبشي. هو يعني ليه طلعات محمد؟ طيب روح تقرير. طيب تقرير سبع مباريات الجولة الثامنة. أشرعت أنديتنا المحلية باتت تبحر وتبحر فتبحر، ولكن من يدري إلى أين المصير؟ 14 فريقا خاضوا 7 جولات من المنافسة، فبعضهم بات يسير بثبات فشكرا لقبطانه الناجح، وبعضهم انجرف في دوامة غامضة فتجرع المرارة في مناسبات كثيرة. ظفار متصدر دورينا 17 نقطة أمام مهمة لا يريد أن تتداخل مفاهيمها في عناوين المفاجآت، لا سيما أن الطرف الثاني ضعيف نسبيا ولكنه كثير التعادلات. الشباب كلمات الاستحسان والتصفيق الساخن أبرز ما نالهما حتى الآن، فأمتعنا بروعته وأسعدنا بصحوته. يستضيف صحار في أقوى مواجهة الجولة. التماسيح بدورها قد لا تتنازل عن النقاط الثلاث من أجل إسعاد جماهيرها، وأما المارد العرباوي المنتشي أمام مسقط بثلاثية لا يكاد يتنازل عن صراع دورينا. يواجه نادي عمان الحصان الأسود، يفاجئك في مبارتين ويترنح في مبارتين أيضا، ولكن الأهم ما في ذلك إنه علامة استفهام واضحة. أصفر الباطنة نادي السويق مركز متأخر لا يليق بطموحات الأصفر. ذهب خيري فجعلناه لعالم النسيان، فأتى الخنبشي ولم يرقى له البقاء في المكان. هوية الأصفر غابت شمسها، ولكن نزال آخر يستضيف جعلان فالوضع بينهما ليس ببعيد عن مجالات المقارنة. مسقط كذلك بات يسير أيضا على نهج الإقالات. الخشاب حد ضهايا تلك الزوبعة، ففرسان العاصمة لم تعد أشرعتهم قادرة على الإبحار. نقطتين يريدونها خامسة أو حتى ثالثة، فوجع آخر سيغمرهم حزنا. فالنهضة عرقل الشباب بالجولة الماضية، فماذا سيفعلون في مواجهتهم القادمة؟ وغموض صحماوي يواجه انكسارات الملك الفنجاوي. مركز سابع ومركز ثامن يفتح بابا من التساؤلات. إلى متى سيزداد الموج غرقا؟ وإلى متى سيزداد الملك في نسيان بريقه المفقود؟ وأما لقاء الجريحين النصر في مواجهة الخابورة. مركز خامس جيد بشكل نسبي، ولكن الخوف هو التراجع لخطوات إلى الوراء، لا سيما أن الجولة السابعة أوجعت النصراوية بأولى هزائمه هذا الموسم. وأما الفهود لا يحتملون هزيمة خامسة قد تغلب موازينهم وتجعل من أمورهم
تزداد سوءا شيئا فشيئا نحو الإخفاق والتدهور. طيب عناوين سريعة، تعليقات أعضاء الدكة على المباريات السبع. السويق وجعلان بتكون مسجلة الساعة 5 بتقام إن شاء الله مجمع أصحاب عادل فايق. ما تحتمل الهزيمة لأي من الفريقين، أي هزيمة للفريقين يعني صعب عليه المهمة. صحن وفنجة أبو حمد في مجمع أصحاب فضل الشراكة في النقاط أعتقد، أو فنجة نعم عنده 8 وصحن عنده 8. نفسيا صحن أفضل، عايد من فوز مهم جدا، واعتقد يعني افضل مباراه هي كانت لصحم اعتقد في الدوري. فنجا ما زال يعاني مسلسل الخسائر، يعني ما اعرف ايش اللي صاير في الفريق. طيب قمه الجوله العاصمه الشباب صحار، اعتقد انها مباراه راح تكون محط الانظار، حضور رئيس الاتحاد الدولي لهذه المباراه. اتمنى فعلا الحضور الجماهيري يملا الملعب، اتمنى فعلا نشاهد تنظيم راقي يعكس صورة تطور كرة القدم العمانية. طيب. وأنا أعتقد أنه هذا أمر إيجابي. الفريق أنا أيضا على مستوى المنافسة الثاني والثالث، الفارق بينهم نقطة، وأنا أعتقد أنه صراع قوي راح يكون، والفريقان يقدمان مستويات راقية. الساعة 6 هذه المباراة على القناة الرياضية إن شاء الله. مسقط والنهضة سيف، فرصة للفريقين لتغيير المسار. نادي عمان والعروبة يا أبو ناصر، استمرار المنافسة ومطاردة أيضا متصدر الترتيب، وخصوصا العروبة، لأن العروبة إذا ما فاز يعني يكون قريب، راح يكون يعني 17 نقطة. العروبة النصر والخابور أبو حمد، النصر عنده فرصة يوصل 15 وينافس ويزاحم الكبار الموجودين في القمة. الخابور عليه مراجعة الحسابات لأنه 7 نقاط خارج ملعبك، لازم يكون في تركيز عالي من قبل الفريق يوم الغد. ظفار متصدر دوري مع رستاق، مواجهة أنا أعتقد أنها صعبة بالنسبة للرستاق، لأن المباراة أيضا في ظفار، لكن أعتقد وحسب ما سمعت أن هناك عدة غيابات للظفار. طيب هذه المباريات كلها عموما التذكير فقط على الرياضية، إن شاء الله بتكون الشباب وصحار وظفار ورستاق على عمان مباشر، مسقط النهضة ونادي عمان والعروبة، وبقية المباريات بتكون مسجلة. قبل ما أختم بس أشوف توقعات الجماهير بالنسبة لهذه المباريات السبع، التوقعات اللي طرحناها على الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، وين انها 68% النتيجه النهائيه فوز ظفار في مباراته مع الرستاق. بالنسبه للنتيجه النهائيه للتصويت على مباراه النصر والخابور، 56% يتوقعون فوز النصر. النتيجه النهائيه للتوقع مباراه نادي عمان والعروبه، 64% لفوز العروبه. مباراه مسقط والنهضه، النتيجه النهائيه 58% فوز النهضه. مباراة صحم وفنجة 45% نتيجة نهائية طبعا للتصويت فوز صحم. السويق وجعلان 73% يتوقعون فوز السويق. الشباب وصحار 49% يتوقعون فوز صحار في المباراة، و 21% مباراة جماهيرية. أتمنى تكون جماهيرية يعني. بمناسبة يوم الشباب العماني الذي يوافق الأربعاء، سيتم تكريم الفاضل عبد الله السعد مقيبل عضو مجلس الإدارة والمشرف على ملف كأس الشباب بالنادي السابق. طبعا يستاهل عبد الله. يستاهل عبد الله. يستاهل بصراحة. يستاهل. وبعد هذا وش هذا؟ يسأل جماهير نادي السويق أن تعلن الجماهير الوفية من دخول مباراة أصفر الباطن القادمة أمام شقيق نادي جعلان، سوف تكون مجانا. طيب بالتوفيق، نشوف جماهير السويق مع النادي بكرة إن شاء الله. هذه من حساب وين نادي الخابورة؟ التمرين. إيه. في صالهم موجودين. أيوة هذه تدريباتهم أو صورة بعد التدريبات. خابورة طبعا بيلعب مع النصر. صحم كلاب. طيب هذا وش عندهم؟ يقول لك جفت عروق الشوق. وينك يا صحم يا حبيبي؟ طيب خلصنا. طيب شكرا لمحمد العاصمي، سيف سلطان، سيف الجابري، عادل فايل، شكرا لكم جميعا، شكرا لكل المشاهدين. نلتقي على خير إن شاء الله بعد نهاية الجولة الثامنة. إلى اللقاء.